هل انتم مستعدين لحلقة اليوم؟ طبعاً. هل انتم مستعدين للنقاش الحاد اللي حصير اليوم في الاستوديو؟ على الاستوديو. انها رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق في امر الخاصة والعامة في مهام الدين والدنيا، هكذا عرفها الامام الجويني. انا بشعر بالفخر لما اسمع كلمة الخليفة والخلافة، حاجة عظيمة جدا ليها تاريخ كبير. الخلافة التي لم يشغل أمر من أمور الأمة علماءها وعامتها قدر اشتغالهم بأمر الخلافة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا الحاضر. أنا لما بسمع عن الخليفة والخليفة والخلافة طبعا بشعر بالخوف. انهارت الإمبراطورية العثمانية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبانهيارها تمزقت الأمة الإسلامية، وتمزقت معها تلك اللحمة التي كانت توحد كل بقاع العالم الإسلامي وشعوبه تحت مظلة واحدة. وبمساعدة طبعا حاكم عادل، حاكم جيد، حاكم يحكم بالشريعة الإسلامية، رح يتبعوه، رح يكون هو الخليفة تبعهم ويتبعوه، يقتنعوا بهذا الشيء، ترجع الأمة مرة ثانية يد واحدة. هترجع إن شاء الله، بس مش بالمعنى، يعني مش بالشكل القديم. لتعود من جديد مسألة الخلافة للنقاش، المسألة التي قال فيها العلامة شمس الدين: ما اختلف المسلمون في شيء اختلافهم في نظام الحكم في الإسلام وفي طبيعة هذا النظام. لو رضيت كل الأمة الإسلامية بالخلافة أنا كمان رح أرضى. يعني لو اجتمع علماء الأمة على أن يقنعوني أن الخلافة الإسلامية ليست واجبة لن أقتنع. فهل الخلافة الإسلامية تنظير خاص لزمن خاص أم أنها حكم شرعي؟ حكم شرعي. الخلافة ليست حكم شرعي. حكم شرعي طبعا. هي ليست حكم شرعي. لا، هي ليست حكم شرعي. هتعود إن شاء الله. يعني هذا ليس سببا لأن تكون في خلافة جديدة. تنظير تاريخي. ليست حكم شرعي ولكن تنفيذها واجب. ما بدي أقول كمان هي أتت تنظير تاريخي، بس هي أتت ضرورة حتمية من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعتقد لأنه هاي المسألة هاي فطرية أكثر ما أنه مسألة تغيير رأي أو شيء، فالإنسان دائما ميال لفطرته. لا يثير المشاكل في هذا الأمر إلا كما أقول النخبة العلمانية والظاهرة التلفزيونية فقط، ولا يوجد لديهم أصلا طرح عقلاني أو هادئ لمناقشة مسألة الخلافة، وإنما هو موضوع التخويف ويثار بالشكل الإعلامي الساخن الذي يبتغي التشويه. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كلام كبير. حلقة الذي سؤالها هو: هل الخلافة واجب شرعي أم تنظير تاريخي؟ هل الخلافة واجب شرعي أم تنظير تاريخي؟ الخلافة اسم جميل لحلم وهدف لكل المسلمين. حلم الخلافة ظهر بعد سقوط الدولة العثمانية سنة 24، ورغم أن السنين الأخيرة للدولة العثمانية ما كانتش خلافة بالمعنى الحقيقي، لكنها كانت في النهاية رمز وحدة للمسلمين. من تأسيس دولة الإسلام لغاية سقوط الدولة العثمانية كان المسلمين رمز لوحدتهم، حتى لو كانت مجرد رمز. حتى في أكثر عصور الانحطاط والتشرذم كان في رمز لوحدة المسلمين. صحيح كان في دول مستقلة زي الأندلس والدولة السلجوقية والأيوبيين والمماليك وغيرهم، لكن دايما كان بيبقى للمسلمين على مستوى العالم ولو بالشكل فقط بعد سقوط الدولة العثمانية اللي هي الخلافة، ظهرت حركات وأفكار كتيرة بتناقش قصة الخلافة. الخلافة ما بين أفكار بتقول إن عصر الخلافة انتهى وولى، وإن الزمن هو زمن الدولة القومية، وأفكار تانية بتؤكد إن مصطلح الخلافة تجاوز الزمن، وإننا لازم نبحث عن بديل يلائم العصر الحديث زي الفيدرالية أو الكونفدرالية أو زي الاتحاد الأوروبي أو أي منظمة دولية تحقق هدف الوحدة والتنسيق من غير شروط وجود الخلافة.
لكن رغم الآراء الجديدة فضلت فكرة الخلافة والخليفة ليها مؤيدين ومدافعين، بيقولوا إنها حلم ما ينفعش نتخلى عنه. وسط كل الآراء دي بيظهر السؤال المهم، هل الخلافة حكم شرعي وواجب ديني ما ينفعش نتخلى عنه، ولا الخلافة تنظير تاريخي ومسميات تجاوزها الزمن والمهم فيها المعنى مش المصطلح؟ كل دي أسئلة وغيرها كتير جدا محتاجين نجاوب عليها، أو على الأقل نناقشها بصراحة وبوضوح في حلقة النهاردة من كلام كبير. خلونا نرحب في البداية بالضيف رقم 5 اللي هو حضراتكم، ونرحب بضيوفنا النهاردة. ولأننا في برنامج كلام كبير نحاول دوما التأكد من أسئلتنا إن كانت أسئلة صحيحة أم خاطئة، كيف قيم ضيوفنا صوابية سؤال الحلقة؟ سؤال صحيح، وهو حكم شرعي طبعا. الخلافة حقيقة من حقائق التاريخ لمدة 13 قرن ونص. ما اعتبروش دقيق، لأني هندي الوسائل أحكام المبادئ والغايات، وده شيء خلاف كبير بين الأصوليين يعني. السؤال صحيح. هذا سؤال صحيح تماما. الخلافة لها وجه شرعي ولها وجه تاريخي. السؤال الأدق، هل الخلافة شكل ونمط ثابت لا يتغير، أم أهداف تتحقق بما تتحقق به؟ ولأننا نعيش في زمن يصعب فيه الإقناع أو الاقتناع أو حتى التنازل، كيف يرى ضيوفنا مسألة قناعاتهم وقدرتهم على الإقناع؟ أنا أقتنع بالخلافة كحكم شرعي ودافع عنه كحكم شرعي، جزء من الدين. نعم، مستعد للدفاع عن هذا الرأي لأننا مؤمن به. ليس شرط أنه أن يقتنع الآخر أنه وجهة نظري صحيحة 100%، ولكن إن ثبت لنا الحق في أي شيء اتبعناه، إن كان إن ظهر لي أن هناك حق لم أعرفه نتبعه إن شاء الله. طبعا مستعد لمواجهة من يرى أن الخلافة كانت تجربة تاريخية ليس لها أصول شرعية. إن شاء الله أستطيع إقناعه برأيي، وإذا قدموا ما يقنعوني سأقتنع. لست معنيا بتغيير قناعات الناس بقدر ما أعرض ما عندي من أدلة ونصوص واقتناع قد يقنعني الضيوف بالعكس المانع. يعني في النهاية لست من الباحثين اللي يضعوا نتيجة ثم يعني يقحم الأدلة لتكون في هذه القناة والجدوى ليصل. أنا أتيت بقناعاتي التي استخلصتها من تجربتي وقراءاتي، ولا يمكن أنه من خلال نقاش معين أنه أتراجع عن هذه القناعة لمجرد يعني اتفاق الكل أو البعض فيها. هذا أمر لا أستطيع أن أزعمه. تغيير القناعات الأخرى هذا أمر بيد الله أولا، الله الموفق والمستعان. من أهم الأهداف التي عمل عليها الاستعمار بعد انهيار الدولة العثمانية هي تشويه مفهوم الخلافة في نفوس العامة. فهل يخاف الناس عند ذكر الخلافة؟ أنا مش شايف أن الناس بيخافوا لما يسمعوا صورة الخلافة. اللي بيخاف هم مجموعة الظاهرة التلفزيونية بس، إعلام النخبة ونخبة الإعلام. يعني الناس طبعا بتخاف لأن الميديا والإعلام صورت الخلافة بهذا الشكل، كمان برضو سلوكيات بعض الناس اللي هي بترفع راية الخلافة، التي لا تفهم لا معنى الخلافة ولا تحسن تطبيق ما تقرأ إذا كان ما قرأته صوابا. أيضا سطوة وسيطرة النخب العلمانية على الإعلام في العالم العربي حول أو خلق رأي عام ربما يناهض أو يقارب هذه المخاوف. يعني تم تشويه مصطلح الخلافة عبر 80 أو 90 سنة، وتم تصويره في أذهان الناس بصورة غير حقيقية تماما، بصورة مرعبة. لا، في جزء طبعا تاريخي تشوه في الخلافة. يعني الخلافة زي أي حاجة لها وعليها، زي أي مؤسسة. لكن بالعكس، ده يعني يكاد يكون لما داعش أعلنت الخلافة مع كل ما يلتبس بتصرفات داعش من مشاكل، الناس أقبلت عليها إقبالا شديدا. الخلافة تمثل أشواق وأحلام مركوزة في طبيعة المسلمين وكلهم يتمنونها. نبدأ بالأستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث. أهلا بحضرتك يا أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أستاذ نبيل، أخذ من حضرتك 30 ثانية سريعا عن رأيك في الموضوع ده، مجرد 30 ثانية كعنوان. الخلافة في معناها أو باسمها المتعارف عليه ليست فريضة شرعية بقدر ما كانت تجربة تاريخية لها نتيجة لتلك اللحظة التي عاشها المسلمون، وكانت تمثل
الفكرة الوليدة أو التأسيسية لمفهوم السياسة في الحالة الإسلامية أو في الفكر الإسلامي. لم يعد اليوم نحن ملزمين بتلك التسميات بقدر ما نحن ملزمين بمضمون وجوهر الخلافة الإسلامية المتمثلة بالوحدة والوحدة الأمة الإسلامية، وحدة المصير والأحلام. ولا يجب أن نقف كثيرا عند هذه المسميات بالنظر إلى هذا التطور التاريخي الكبير المتمثل. وعند حضرتك آراء أو أسانيد هتقولها لنا داخل لما يجي دور حضرتك في الكلام. نعم نعم. أشكرك دكتور نبيل بوكيري. كمان معانا العالم فضيلة الشيخ عصام تليمة. ثلاثين ثانية بالضبط الشيخ عصام، تقول لي عنوان رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الخلافة هي صيغة لوحدة الأمة. المبدأ والقيمة الأهم هو المطلوب التطبيق، وهي العدل، الحق، الحرية، المساواة، الوحدة، الإخاء. الوسيلة بغض النظر عن الشكل لا أركز عليها، وليس هو المطلوب التركيز فيها، وهو ما دائما نركز عليه، التفريق بين الهدف الثابت والوسيلة المتغيرة. فالخلافة شكل من هذه الأشكال تتجدد وتتغير أيا كان هذا الشكل. شيخ عصام مستعد تتقبل الرأي الآخر؟ أنا متقبله من قبل ما أكون ما أقول رأيي. حيوا معايا ضيفنا رقم ثلاثة النهاردة واللي بيمثل الرأي الآخر، دكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية. دكتور حاتم، ممكن تدينا عنوان في 30 ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخلافة لها وجهان، وجه شرعي ثابت الأمة مطالبة بتحقيقه ولا يمكن أن يسقط بتغير الأحوال وتغير الأزمنة، ووجه تاريخي تطبيقي نتفق معه ونختلف معه، اقترب من النموذج الإسلامي أحيانا حتى كاد يطابقه، وابتعد عنه أحيانا حتى كاد يناقضه، لكن في النهاية النموذج التاريخي ليس محكما على المصطلح وعلى المفهوم الشرعي الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة النبوية المطهرة. حضرتك مستعد لمقارعة الحجة بالحجة مع الشيخ عصام والأستاذ نبيل؟ مؤكد طبعا. حيوا معايا ضيفنا وأستاذي وأستاذنا الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أستاذ محمد، تقريبا أنت من أنصار الرأي اللي بيقول أن الخلافة تجاوز الزمن. لا، غير صحيح. ما بتقولش كده. طيب ادينا عنوان رأي حضرتك في 30 ثانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ممن يرى أن الخلافة حكم شرعي ووردت في القرآن وفي السنة، ونحن مطالبون بالاقتداء بالنبي والاقتداء بسيرة الخلفاء الراشدين. والخلافة هي من حقائق التاريخ لمدة 13 قرن ونص، ولم يطرأ على الأمة ما يجعل الخلافة شيئا تاريخيا أو شيئا لا نحتاجه الآن. ونحن مطالبون بالاقتراب من مثال الخلافة الراشدة، ولا يلزمنا شكل معين واحد، ثم الخلافة نفسها لم يكن لها شكل معين واحد. بشكرك جدا. نرجع بقى حضراتكم، تحيوا معايا الضيف رقم خمسة وهو الجمهور. نرجع لحضراتكم وناخد استطلاع رأي سريع حوالين سؤال الحلقة: هل الخلافة واجب شرعي أم تنظير تاريخي؟ وعشان نبسطها أكتر، اللي مع أن الخلافة واجب شرعي يتفضل يرفع إيديه. شيخ عصام، التحدي كبير قوي. اللي رافعين إيديهم دلوقتي مع أن الخلافة واجب شرعي، مظبوط؟ تمام، شكرا. اللي مع أن الخلافة مجرد تنظير تاريخي أو تجربة عداها الزمن يتفضل يرفع إيديه. لا، الشعبية مش ليكوا خالص يا أستاذ نبيل. واضح. ولا للشيخ عصام. بشكركم جدا. طيب خلونا نشوف في الانفوجراف ده، انفوجراف سريع كده عن الخلافة أو معنى الخلافة أو تعريف للخلافة، نشوفه مع بعض. تعريف الخلافة عند الجويني: هي رئاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. أما ابن خلدون فيعرفها على أنها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية. أما المواردي يقول أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. أما تعريف الخليفة فهو السلطان والرئيس والإمام، وسمي خليفة لأنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. أما الخلافة عند أهل السنة فهي السلطة في الفكر السياسي المعاصر، فالخليفة يرأس السلطة التنفيذية، وتأتي بمعنى الدولة في الفكر السياسي المعاصر، فالخلافة هي الشعب والسلطة والأرض.
أما الخلافة بين السنة والشيعة فالسنة يرون أن الخلافة فرع من فروع الدين وليست من أصوله، وهي واجب وفرض كفاية. أما الشيعة فيرون أن الخلافة هي أصل من أصول الدين. ده كان إنفوجراف عن أو تعريف لمعنى الخلافة. يعني إذا كان في اعتراض من السادة الضيوف على التعريف ده ممكن نبقى يطرحوه داخل حلقة. كان هذا تعريف الخلافة والخليفة في الإنفو الذي عرضناه قبل قليل. فكيف يرى جمهورنا تعريف الخلافة؟ أو بمعنى آخر، ماذا يعرف جمهورنا عن الخلافة؟ وتعاقب الحكم في دولة ما؟ تحكيم الشريعة الإسلامية والعدل وكل حاجة يعني في القرآن. الخلافة هي بيكون عن الخليفة أول شيء، الخليفة هو اللي بده يحكم المسلمين بالقرآن والسنة وطبعاً بالعدل. الخلافة هي الحكم بالشريعة الإسلامية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل. هو شيء أو حاجة يجتمع عليها ناس كتيرة في كل حتة في الدنيا بتتجاوز كل الأطر. الخلافة من وجهة نظري أنا الشخصية هي يعني سيادة العالم. الخلافة يعني هي من تاريخ القديم. سألنا جمهورنا إن كان خلاص الأمة في تحقيق أمر الخلافة والعودة لهذا المفهوم. طبعاً فيها الخلاص للأمة، فيها الخلاص للأمة إذا كانت عادلة. صح صح صحيح تمام صح صح صح. ما عندي جواب، ما بعرف. الخلافة الصح القائمة على أساس الشريعة وعلى أساس ما ينص عليه القرآن صح، هي خلاص للأمة. أكيد طبعاً، أكيد لازم أن يكون خلافة صح. يعني بحسب وجهة نظري ترجع الخلافة، تستوجب الخلافة يعني إذا هي حل ترجع. إذا كان بعض المشاركين يرون أن الخلافة حكم شرعي، فهل يعتقدون أنها واجبة شرعاً أم لا؟ واجبة؟ لا ليست واجبة. ليست واجبة. إن هي واجب شرعي. هي واجبة طبعاً، شو الخلافة واجبة. واجبة. هو واجب. تحقيق الخلافة واجبة وتنفيذها واجب على أي حد. الخلافة من وجهة نظر الشخصية واجبة. لا ليس بشرط. ليس شرط تكون واجبة يعني. لو حد في الاستوديو جه قال لي أو أقنعني إني الخلافة ليست واجبة مش أقتنع طبعا. هل يرى جمهورنا أن الخلافة تصلح للتطبيق في زماننا المعاصر؟ الخلافة تصلح لكل زمان ومكان. في الوضع اللي احنا فيه ده لا، لسه الدنيا لا تصلح. لا تصلح. لا تصلح. لا تصلح للتطبيق في زماننا طبعا. صعبة شوي لأنه هي اجت بزمان ونحن بزمان. الخلافة تصلح لكل مكان وزمان وتصلح لزماننا. هلأ تصلح بنقط ونقاط يعني بأماكن معينة أكيد بنقدر نطبقها. يعني القرآن يعني هو لكثير مواضيع فينا نطبق، بس في مواضيع لا ما بنقدر، يعني الخلافة ما فينا نطبقها بهذا الزمن. في اللحظة التي يعتبر بعض المشاركين أن الخلافة حكم شرعي وأنها واجبة، فهل يعتبرون أنها رمز للأمة الإسلامية أم لا؟ الخلافة هي رمز للعالم الإسلامي ويجب المحافظة عليها، الخلافة الصحيحة القائمة بأسس صحيحة شرعية إسلامية صحيحة. نعم أكيد طبعا. هو اللي بيجمع الاتحاد الأوروبي كعملة أو كحاجة وكفكر وتنظيم وحاجات ليهم، فإحنا كإسلام ومسلمين اللي يربطنا، اللي يربط ما بيني وما بين المصري، ما بين الأخ السوري الأخ اليمني، لازم أكيد هي هتبقى خلافة أو منظور إسلامي وفكر إسلامي. هو المطلوب إن إحنا نجتمع على رمز، على 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 قاعدة نجتمع. قبل العودة إلى الاستوديو للاستماع إلى كلمة الأستاذ نبيل، هل يرى جمهورنا أنه يوجد شخص يصلح أن يكون خليفة؟ على حد علمي لا أعلم أحد يصلح يكون خليفة لكل المسلمين يعني في هذا الزمن. لا أعتقد أن يوجد للآن من يصلح للخلافة الإسلامية بهالوقت. أكيد في 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 عالم عادلة، يعني ما إنه كل الدنيا لا، في عالم عادلة بتقدر تكون تحكم بالعدل وتحكم بالشريعة وبأي شيء بالقرآن. أكيد
حتى الآن لم يظهر أي قائد للأمة الإسلامية. دلوقتي؟ دلوقتي لا، بس في كيانات تحاول تعمل حاجة زي كده. الأمة الإسلامية الآن تحتاج إلى قائد وخليفة يقود الأمة الإسلامية ويقود العالم كله إلى تطبيق العدل والمساواة والحرية في الأرض. خلونا نبدأ بأن احنا نسمع وجهة النظر الأولانية، أن الخلافة مجرد تنظير تاريخي. كان سألني حد من السادة الجمهور هنا في الاستوديو ما معنى تنظير تاريخي، هنسمع لوجهة النظر الأولى الفريق الشيخ عصام تليمة والأستاذ نبيل البوكيري حول أنها تجربة أو أنها تنظير تاريخي. نبدأ بالأستاذ نبيل البوكيري وهو كاتب وباحث. أستاذ نبيل حضرتك جاهز؟ جاهز. مع حضرتك ومالكش شعبية هنا، رأيك يعني مالوش شعبية هنا، وأعتقد في البيوت، أعتقد أنه شعبية رأيكم في البيوت برضو ضعيف، فأنت مطالب دلوقتي حضرتك والشيخ عصام أن أنتوا تقنعوا الناس هنا وفي البيوت بوجهة النظر. هنبدأ بحضرتك، ليك خمس دقائق كاملة، هتبدأ بصوت وعند الخمس دقائق ما تنتهي هيبقى وجهة نظر حضرتك عرضتها كاملة. جاهز يا فندم؟ جاهز. أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، تحية كبيرة ليه ونسمع رأيه. تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لكي نبدأ أو ندخل إلى جوهر النقاش فيما يتعلق بمسألة الخلافة، يجب أولا أن نعترف أننا كمسلمين أو التراث الإسلامي لم يجد نظرية سياسية حتى الآن. منذ أكثر من 1400 عام لم توجد نظرية سياسية متكاملة قوية موضوعية استطعنا من خلالها أن ننتقل إلى من ميدان التنظير إلى ميدان العمل أو ميدان التجربة. والدليل واضح، تجربة الربيع العربي كانت رد واضح وصريح على مسألة فشل المسلمين في إيجاد نظرية متكاملة للمشروع السياسي أو لنظرية في المجال السياسي. وبالتالي كان القرن الأول هو التطبيق الأول لفكرة للجدلية القائمة في الفكر الإسلامي، مسألة الدولة ومسألة الأمة والإرادة والاختيار والجبر والإكراه، هذه كلها كانت مسميات أطلقت في القرن الأول. القرن الأول الذي اقتتل فيه المسلمون في ما أطلق عليها في التراث الإسلامي بالفتنة الكبرى أو الفتنة التي حدثت بين الصحابة، هي كانت نتيجة طبيعية لفشل وجود نظرية سياسية أصلاً لدى المسلمين. وبالتالي نحن ننظر للخلافة الإسلامية اليوم أنها كانت عبارة عن تجربة تاريخية، تلك التجربة التاريخية أخذت حظها من الاعتمال على الواقع الموجود في تلك اللحظة التاريخية، وبالتالي لم تكن تجربة أو فرضاً شرعياً. والدليل على ذلك أن هذه الخلافة منذ لحظتها الأولى اقتتل المسلمون حولها وحول ماهيتها، وبالتالي أيضاً انتقلت من خلافة الراشدين إلى خلافة الأسر والبيوتات الهاشمية كالخلافة الأموية والخلافة العباسية، بعد ذلك خلافة بني عثمان وغيرها من الخلافات التي أنشئت على هامش المجتمع الإسلامي أو على هامش الجغرافيا الإسلامية، كالخلافة الأموية في الأندلس أو خلافة السلاجقة وغيرهم والغزنويين وغيرهم من الخلافات التي نشأت في العالم الإسلامي. وبالتالي لم توجد هناك نظرية واضحة لمفهوم الخلافة، بقدر ما كان المضمون الذي مضمون الخلافة في الخطاب وفي الدلالات النبوية والقرآنية هي مسألة وحدة قوة المسلمين ووجود أمة للمسلمين. هذه الأمة تخضع لنظرية أو لرابطة واحدة، هي رابطة الدين ورابطة الإخاء ورابطة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، هذه كلها كانت بمثابة مبادئ عامة. هذه المبادئ العامة ينبغي أن يعمل من أجلها أو من أجل تحقيقها كل المسلمين، لتكون بذلك وجود مفهوم الخلافة كان بمثابة إيجاد غطاء يحمل مثل هذا هذه المضامين ويقدمها للناس ويطبقها في حياة الناس. لكن للأسف نحن في التاريخ الإسلامي فشلنا في إيجاد كثير من هذه القيم، وبالتالي تراجعت كثير من هذه المضامين حينما انقسم العالم الإسلامي على امتداد تاريخه انقسامات وتشظيات كبيرة،
واختلف المسلمون كثيرا، حتى لدرجة أن مثلا الخلاف ظهر ليس فقط على مستوى السنة والشيعة، وإنما أيضا على مستوى المسلمين السنة أيضا والشيعة أيضا. هناك نظريات وأقوال كثيرة في المجال الشيعي وفي المدرسة الشيعية، كما أيضا موجود هناك خلافات وتناقضات وتعارضات كبيرة أيضا في المدرسة السنية. وبالتالي لم نستطيع كمسلمين أن نصيغ نظرية واضحة للحكم ولإدارة شؤون المسلمين، وبالتالي بقينا مشدودين للتجربة التاريخية باعتبار أنها هي التجربة التي يمكن أن تصلح حال المسلمين، فيما نسينا الكثير من المضامين التي ركزنا على التسميات ونسينا مضامين الخلافة الإسلامية، وهي مضامين الإخاء والحق والحرية والكرامة والمساواة والعدالة. هذه المضامين التي يجب أن تشكل وتصاغ حسب التطور التاريخي لمفهوم النظرية السياسية، التي اليوم مثلا أنا أعتقد أن النظرية الديمقراطية هي أقرب النظريات إلى مضمون المبادئ والقيم الإسلامية الكلية الكبرى من الحق والحرية والخير والعدل والمساواة، منها إلى أن نعود إلى الصيغة التاريخية التي أنا باعتقادي أنها يعني ربما قد تكون فقدت جوهرها أو فقدت مضمونها في لحظة المواجهة التاريخية في موقعة صفين بين الصحابة التي افترق من حينها المسلمين وانقسموا إلى شيع ونظريات شتى ومذاهب أيضا. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه من حقنا أن نركز على مضمون هذه المبادئ الكبيرة ولا ننقر وراء التسميات التي ربما لم تعد اليوم الزمن قادر على استيعابها أو على أيضا. شكرا شكرا للأستاذ نبيل، ممكن تحية للأستاذ نبيل. وصل رأيه ولا ما وصلش قوي؟ يعني فيش حد غير رأيه غير لحد ما نسمع رأي الشيخ عصام. خلونا نكمل برنامجنا النهاردة. بشكرك يا أستاذ نبيل جدا. حضراتكم دلوقتي عندكم حق في أنكم تطرحوا، كل واحد من حضراتكم يطرح سؤال للأستاذ نبيل فيما يخص وجهة نظر. نبدأ بالأستاذ محمد الهامي، حضرتك من حقك تطرح سؤال أو تستغنى عنه أو تنسحب عنه. يعني أنا خليني أستفسر، أنا لم أفهم من كلام الأستاذ نبيل أي موجب لانتهاء فكرة الخلافة كنظرية عامة. لم ما الذي جد في هذا العصر يجعل الخلافة مجرد تنظير تاريخي؟ ثم أين نذهب بالنصوص الصريحة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وإن من شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني ما الذي يدفعنا إلى ترك تراث ضخم؟ ثم هل إن الخلافة مهمة واختلف عليها الناس، يعني هل اختلاف الناس يدل على أهميتها أم يدل على أنها غير مهمة؟ اختلفوا واقتتلوا، هل هذا تمام. يدل على أهميتها أم؟ فضل حضرتك رد. أولا لا خلاف في مسألة قضية أنه الاحتكام يعني نحن الخلاف هنا حول تسمية الخلافة. الخلافة هذه هل واجب شرعي أم عبارة عن تجربة تاريخية كانت وانتهت كمسمى وليس كمضامين؟ وبالتالي يعني النظم الديمقراطية ممكن تطبق فيها في جوهرها الأحكام والمبادئ الإسلامية. الفقه الإسلامي يعني أيضا يقبل بكل المضامين النظرية الديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم. وبالتالي أنا باعتقادي الإشكالية ليست في يعني من يقول أن الخلافة ليست صالحة اليوم، هو لا يقول أن الإسلام ليس صالح، بالعكس هو يقول أن هذه التسمية لم تعد صالح. الشكل ده من أشكال الحكم لم يعد صالح. لم يعد صالح. هناك بدائل لي يعني. ولا يعني ذلك أن الإسلام غير صالح. تمام. وصلت وجهة النظر. مشكلة في الكلمة. شيخ ما فيش تعقيب للأسف. بعد كده هنطرح رأي حضرتك وتعقيبات. طيب. شيخ عصام عندك سؤال للأستاذ نبيل؟ نعم. بعتبر نفسي مع إخواننا الأفاضل دلالة على التعاضد يعني والتناصر. بس الأول أنت قلت حي الجمهور ما حيناهوش ما سقفناهوش. أنتوا ما سقفتوش ماشي. لا أنا كنت فكرت إن في لنا فقرة نسقف فيها. اتفضل. فيبقى لكم سقيفة عندنا يعني. لا هو سؤالي يعني هل ألا يعني تعتبر هذا الطرح كما يعتبره البعض مدخلا لأن يسحب على الأحكام فيحكم عليها بالتاريخية والزمنية وأن لم تعد الشريعة صريحة للتطبيق؟ لا أعتقد مطلقا. مفيش تعقيب من حضرتك تفضل. أنا معقبش أنا بس لا, لا أعتقد أنه الإسلام شيء والخلافة كنظرية شيء آخر. الإسلام مضامين وأحكام ونظم وقوانين وتشريعات، لا يمكن. صورة الخلافة هي جزء بسيط من هذه المضامين الكبيرة. عشان الشيخ عصام ملوش حق يعقب بس أنا لي حق أعقب لأن صاحب البرنامج. طب وما هو قولك في اللي قاله الأستاذ محمد الهامي من الأحاديث اللي نصت على
اللي ذكرها حالا دلوقتي. لا يوجد نص صريح على مضمون او على شكل الحكم في الاسلام. انت تقول اللي انت عايزه لان الاستاذ محمد الهيم ملوش حق يعقب. دكتور حاتم عبد العظيم حضرتك عندك سؤال للاستاذ سؤال دبيب. ولا سؤالين؟ سؤال واحد وهنبقى سؤال تاني بعدين. هو السؤال الاول حقيقه الاخ الكريم قال في ثنايا كلامه انه يمكن تطبيق النموذج الاسلامي داخل الدوله الديمقراطيه القوميه الحديثه. وانا ارى ان هذا مستحيل. لانه الدوله الديمقراطيه سؤال حضرتك يا فندم ايوه الدوله الديمقراطيه سؤال. ايوه حاضر من اقول سؤال صدر. الدوله الديمقراطيه تقوم على فرضيه ان المرجعيه العليا للشعب ده راي حضرتك والفكره الاسلاميه الدوله الاسلاميه تقوم على ان المرجعيه العليا للشريعه فكيف يمكن ان تطبق المنظومه الاسلاميه على دوله نشات على جذر وفلسفه مختلفه تماما مع حاتم اديني سؤال يا فندم اديني سؤال كيف يمكن تنزيل المفهوم الاسلامي للدوله بكل تفاصيلها على الدوله الديمقراطيه الغربيه الحديثه التي نشات على اساس علماني شكرا تفضل اولا الشعب الذي سيحكم هو شعب مؤمن ام غير مؤمن هل هو شعب مسلم ام غير مسلم المرجعيه حينما تحصر في مجموعه من الناس معناته انه في هذه المرحلة أنه أصبحت ثيوقراطية وأصبح الحاكم أو عالم الشريعة أو عالم الدين هو المرجع وبالتالي المرجعية هنا نسبية في مسألة التحكيم وبالتالي إذا كان المرجعية هو الشعب فالشعب هو مؤمن بالضرورة هل سيقبل الشعب هل سيقبل الشعب يعني حكما بإباحة الخمر أو الزنا مثلا الشعب المؤمن حاشا إذا قبل له الحق طيب. للشعب الحق لأنه التكاليف بالحرية تكاليف الأحكام الشرعية هي أولا تشترط حرية الفرد المسلم أي. إذا كان حر المسلم في اختيار ما يريد هذا شيء آخر يعني. طيب أنا من اللي أسأل سؤال واحد بس وسؤالي هو حضرتك بتقول إن دي شكل الخلافة شكل عفا تجاوز الزمن لماذا لا نطلق هذا التعبير أو هذا الوصف على الملكية وهي شكل موجود من أيام الرومان ومع ذلك ما بنقولش ان الملكيه تجاوزها الزمن او شكل من الحكم تجاوزه الزمن ومن قال انها الملكيه مقبوله حتى الان مقبوله وموجوده انجلترا موجوده لكنها غير مقبوله وبتحكم كندا وبتحكم استراليا يعني موجوده لكن مضمونها ماذا نحن امام ملكيه دستوريه لماذا لا نقول ان هذا الشكل من اشكال الحكم عفى عليه الزمن هو عفى عليه الزمن فعلا لانه الملكيه لم تعد بالمضمون الاول ملكيه أن تملك كل شيء وتحكم في كل شيء أنت اليوم ملك فخري فقط يعني هناك ملكية دستورية للحاكم فقط الرمزية التاريخية له بينما مضامين الحكم والإدارة هي للشعب طب ما أنا مش عايز أعقب ماليش حق أعقب بس ما الخلافة كانت كده يعني. الخلافة في النهاية كانت شكلها كده ما يملكش ولكنه في النهاية بيمثل رمز نحن لسنا ضد الخلافة ك ك كمسمى نحن ضد مسألة أن تعتبر أو يتعلق المسلمون بهذا اللفظ وينظرون إليها على أنه حكم شرعي تمام. بينما هي تجربة بشرية تمام. فيها من النجاح وفيها من الفشل تمام أستاذ محمد عند حضرتك سؤال تاني للأستاذ نبيل إذا كانت الخلافة تجربة بشرية فلماذا نرفضها مطلقا لنأخذ ما فيها من نجاح ونتجنب ما فيها من فشل لكن لماذا هذا يعني الإقصاء لمسألة الخلافة وعنوان الخلافة إذا احنا مختلفين على التسمية فعلا ما المشكلة في التسمية؟ نغير التسمية لا نغيرها انت إذا كانت المشكلة عندك في التسمية لما تختلف اصلا لما تختلف إذا كان الخلاف متعلق بالتسمية لما نغيره؟ تفضل انا من انصار الخلافة لكن ليس من انصار الخلافة بمعناها التاريخي بمعنى انه ان تظل هناك خليفة للمسلمين وهو الذي يدير العالم الإسلامي كله ويكون مرجعية للمسلمين الخلافة في مضمونها انا مع مضامين الخلافة اللي هي الوحدة إذا تحققت قوة ووحدة المسلمين تحت أي شكل من الأشكال فأنا معها وبالتالي ليس هناك تناقض بين مفهوم نحن نتحدث على أنها تجربة تاريخية بمعنى أنها لها من الأخطاء ولها من الإيجابيات والسلبيات الكثير نأخذ إيجابياتها ونترك سلبياتها أنا لو قاعد في وسط الجمهور دلوقتي ما فهمتش رأي حضرتك هل أنت مع وجود خليفة يعني المشكلة عندك في الخليفة ولا في الشكل ما فهمتش هي في الاثنتين الخليفة أولا يعني أنت ضد الاثنين الخليفة اليوم هل هناك أولا يفترض في الدولة أولاً أن توجد الأرض ويوجد الشعب وبعد ذلك يختار هذا الشعب على هذه الجغرافية الحكم الذي يريده اليوم نحن لدينا في العالم الإسلامي أكثر من 60 دولة طب ما كانت كده أيام, كل دولة أيام الأمويين كانت كده وأيام العباسيين كانت كده كانت دولة واحدة ولم تكن دول نحن الآن أمام عشرات الدول أنا ماليش حق أعقب شيخ عصام سؤالك الثاني للأستاذ لا ما تنزع الدكتور حاتم تفضل هو الأخ نبيل استند إلى حجة أساس رئيسة في إسقاطه لإمكانية العودة إلى نظام الخلافة فيما فهمته يعني وهي أن الطريقة التي طبقت بها كان فيها سلبيات وأخطاء ومن ثم تجاوزها الزمن
والحقيقة أن أي نظام سياسي له أخطاءه وله سلبياته. والديمقراطية المعاصرة التي يدافع عنها وراء أنها بديل صالح هي أيضا إذا كان الخلافة لها أخطاء فالديمقراطية المعاصرة لها جرائم ولها خطأ. سؤال حضرتك بقى دكتور حاتم، كل نظام سياسي له أخطاءه، فلماذا يكون الخطأ التاريخي مبررا أو مسوغا لإسقاط النظرية السياسية؟ تفضل يا أستاذ نبيل. لأنه وصل إلى مرحلة عدم الـ 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 لم يستطيع العيش النظام الخلافة في الإسلام، يعني فشل وانتهى مبرره ووجوده بانتهاء الخلافة الإسلامية. شكرا. حضراتكم سمعتوا جزء أول من الرأي الأول بالحلقة اللادي أن الخلافة يعني تنظير تاريخي. ممكن ناخد بقى فرصة ونسمع الرأي الثاني في وجهة النظر أنها تنظير تاريخي. مستعدين تسمعوا رأي فضيلة العلامة الشيخ عصام تليمة؟ شيخ عصام، خمس دقايق مع حضرتك تحاول تبنينا وجهة النظر دي وتقنعنا هنا في الاستوديو في البيوت أنها تنظير تاريخي أو تجربة تجاوزها الزمن. حضرتك مستعد؟ إن شاء الله. حيوا معايا الشيخ عصام تليمة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بداية، الإسلام دائما يركز على المبادئ والأهداف، وأننا دائما نفرق بين الهدف الثابت والوسيلة المتغيرة. القرآن والسنة بيّنتا المبادئ الهامة، لكن لم تبين شكلا معينا واضحا للدولة، لا دولة برلمانية ولا دستورية ولا ملكية ولا أي شيء من هذه الألوان، وتركت للناس أن تختار ما يصلح لتطبيق هذه المبادئ. تقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. ما نوع الإعداد؟ آية من النبي صلى الله عليه وسلم كان الخيل، الآن لم يعد الخيل صالحا. فنفس الحالة المسألة لا نرتبط عند مصطلح معين، إنما المقصود من صيغة الخلافة التي قيلت أنها وإلا كانت أمي النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمهاش خلافة، كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم. خليفة ده كان أول خليفة، ثم سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، ثم سيدنا عمر أمير المؤمنين. فالوقوف عند الاسم بعيدا عن مضامين هذا الاسم هذا ليس مقبولا دينيا فيما أعتقد، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب نفسه في الجزية. النص اللي ورد في القرآن حتى يعطوا الجزية تعيدوا وهم صاغرون، حينما جاءه نصارى تغلب وقالوا نحن عرب، وكلمة جزية نأنف منها، بتجرحنا نفسيا، سندفع الضعف لكن هنسميها ضريبة أو نسميها أي اسم إلا الجزية، وده مسمى قرآني. فقبل وقال هؤلاء قوم حمقى رضوا بالمسمى ورفضوا الاسم، فقبل. إذن هذه المرونة موجودة في الدين. المطلوب إذن أن أقيم الحق العدل. حتى القرآن لما تكلم عن طاعة ولي الأمر إذا كان هيكون حاكم لم يتكلم عنه بصفة فردية، اللي احنا أخطأنا في تجربتنا التاريخية في الحكم، تكلم عنه بصيغة المؤسسية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الإفراد بالطاعة، وأولي الأمر منكم، وسمى أولي الأمر لم يقل ولي الأمر. معناها أن الحكم في الإسلام مؤسسة تقوم بأداء العدل والحق بأي وسيلة كانت. الدلالة الأخرى المهمة أن الفقهاء نفسهم الصيغة اللي خرج عليها الخلفاء بالحكم الملك العضوض اللي يضد الإسلام مع الظرف الزمني لأن بدأت تؤدي مصالح الناس اللي هي المطلوبة، وضعوا صيغة الأمير المتغلب وولاية العهد التي لا يوجد فيها نص وإيدة في الإسلام إلا ضرورة. معناها أنها ليست أصلا الأصل، الأهداف اللي تطبق. الأصل مطلوب مني العدل، الحق، الحرية، العدالة بكل ما فيها، مبادئ القرآن نفسها تطبق والسنة. الشكل ليس معنيا به الإسلام في توضيحه، أي شكل كما يكون، كما رأينا في النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب ستر العورة، مطلوب بإيه؟ بجلبية، بدشداشة، ببدلة. بعض الناس يلبس أو يصور الإسلام في مكت معين، لا يوجد مكت لا في الأزياء ولا في التعامل ولا في الحكم، إنما يوجد مبادئ تطبق أينما طبقت فهي الإسلام، هي الحكم الذي يراد. إنما أن أسميها شكل معامل خلافة هذا أمر مختلف. حتى العلماء أيضا أقر وجود، لو كانت الخلافة لابد شكل واحد لوحد الأمة، أقر بوجود خلافات متعددة في أكثر من مكان، دلالة على أنها ليست مقصودا شرعيا، إنما المقصود أن يتحقق العدل بأي صورة كانت تتحقق. خلافة طبعا تجربة تاريخية لها وعليها، وأرى أن الدعوات التي طالبت بعودتها في العصر الحديث كانت بناء على خطاب عاطفي بإقرار علماء ومنظر الحركة، لأنها كانت صدمة للأمة، لأن ما ترتب عليها أنها أكلت الأمة بعدها. ف يعني انجررنا وراء الشكل ونسينا المبادئ والأهم. والإسلام دائما يركز على الجوهر لا على المظهر والشكل. لا مانع مع الشكلين، مع الأمرين معا، لكن ليس على حساب الجوهر. إذا كان الشكل على حساب الجوهر فالجوهر هو الذي يقدم، الجوهر هنا في الحكم العدل، الحق، المساواة، الوحدة، الإخاء بأي شكل كان،
بغض النظر حتى لو سمي اسم الخلافة، أسميه كونفدرالية، اتحاد، يعني ما معنى أسميه الخلافة لكن النهاردة أجد خلافة كداعش بما تسيء؟ هذا عنوان سيء أنا لا أقبله، يكشي حتى طبع فيها الشرع بهذا الشكل المسيء اللي لا فهم شرع ولا فهم تطبيق. فإذا علينا أن نبحث عن المبادئ التي ستطبق بغض النظر عن الشكل الذي سيكون. شكل هذا سمي خلافة، ولهذا ليس نصا شرعيا وليس أساسا شرعيا نسميه خلافة ولا أسميه بهذا الشكل، ولم ينص عليه، بل كل نصوص تاريخ الخلافة جاء بمخالفة الشرع، أب بورث ابن في ابن في ابن، حتى النصوص فيها كلام كبير يحتاج إلى نقاش وإعادة تفكير فيها. فعلينا أن نعمل على الهدف الثابت بغض النظر عن الوسيلة المتغيرة. وشكرا. يا قبل الخمس دقائق تحية للشيخ عصام تليمة. بس انت مش عامل حساب الجمهور في الاستوديو، انت بتكلم الكاميرا جمهور البيوت. ما لان انا دايما متعود على الكاميرا. لا بس في هنا جمهور هيحاسبك بعد شويه. ما هو لما يجي يحاسبني ابقى ابص له. يعني انا خلينا من حق حضراتكم توجيه اسئله للشيخ عصام تليمة. نبدا بالدكتور حاتم. دكتور حاتم عند حضرتك سؤال. هو ايضا فكره الاصرار على انه الانحراف التاريخي يسقط المفهوم. يا اخي المسلمون انحرفوا عن الاسلام في معظم فترات التاريخ، هل هذا يسقط الاسلام؟ حضرتك يا دكتور، هل انحراف المسلمين عن الاسلام يسقط فكره الاسلام؟ لا. تفضل. فلماذا انحراف الخلفاء عن مفهوم الخلافه يسقطه؟ شكرا. تفضل. هذا اذا سلمنا ان مسمى الخلافه الاسم نفسه هو شرعي. الخلاف بيني وبينك فانك مصر على الاسم، انا لا مصر على الاسم ولا مصر على الشكل. هو ملوش حق يعقب لان لا انا فاهم انت ترد. هو السبب ناشئ عن ايه؟ انا لا ابدا لا اخلط بين اخطاء الاشخاص وبين قدسية المبدأ، بل أنا أحاكم الأشخاص إلى المبدأ. فلما بحاكم الخلفاء دول والنموذج ده مش كامل بما فيه وله عليه، لكن الجانب المظلم فيه اللي هو رائعي مادي الحكم في الإسلام اللي هو الشورى. أيوة. الشعب والأمة ما كانش لهم لازمة، واحد بيجيب ابنه في جده في خالته في عمه إلى أبد الأبد. تمام. فإذا أنا بحاكم المبدأ إيه؟ الشورى. الشورى اتنحت خلاص، أصبح الشخص بالنسبة لي فاقد للشرعية، وإن استمر في إنه من باب حاكم الضرورة، وانا هعيش طول عمري في الضروره ليه يعني؟ شكرا. استاذ نبيل عند حضرتك سؤال للشيخ عصام. الا ترى شيخ عصام انه مساله التركيز المسلمين اليوم على التاريخ، انه نحاكم اليوم اللحظه الحاليه او ننظر الى التاريخ، تاريخ الخلافه الاسلاميه على انه دين، مع ان التاريخ غير الدين. التاريخ عباره عن تجربات او سؤال حضرتك استاذ نبيل. هذا السؤال انا استوقفني مساله التفريق بين قداسه المبادئ و طيب سؤال حضرتك يبقى عشان انا افهمه. السؤال هو لماذا هذا الخلط بين نظرة المسلمين للتاريخ على انه دين؟ تمام. تفضل فندم. هذا خطأ منهجي ناشئ عند المسلمين وعند عدد من الباحثين، انه دائما يحول الحدث التاريخي الى نص شرعي. وهذا خطأ، يعني احنا بين نظريتين خاطئتين. العلمانيين الذين يجعلون الوحي تاريخا وعايز يحول الوحي والدين ده الى حاجة عاف عليها الزمن، وبين بعض إخواننا من السلفين وغيرهم الذي يريد أن يحول التاريخ إلى نص إلى وحي. تمام. وكلاهما خطأ، يجب أن نميز بين الموقفين. التاريخ يظل تاريخ تجربة بشرية. إذا في الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ في حاجتين، السند والمتن، صح عن رسول الله ولا ومعناه إيه، وقالوا تشريع ولا مش تشريع. أما أجي قال عمر بن الخطاب أغمض عيني وأخذ، ده مش منطق. شكرا. ليس صحيحا دينيا. السؤال مع احترامنا لكل. تمام. السؤال اللي في بالي أنا اتجاه النقطة دي هيسأله الأستاذ محمد الهامي دلوقتي. أستاذ محمد اتفضل اسأل السؤال اللي أنا جوايا دلوقتي. ده صعب إن أنا أعرف السؤال اللي جوا حضرتك. هتسأله والله وهشاور لك عليه. لكن أنا خليني أستكمل سؤال الدكتور حاتم لعله يكون السؤال اللي جواه. إن شاء الله. وهو إنه ألفاظ الخلافة لا تحمل الدلالة الشرعية ووردت في آيات وأحاديث. لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفا خليفة كلهم من قريش. فاستخدام اللفظ هذا داخل في النص القرآني والنص النبوي، وعليه بني كثير من الفقه. الأسماء أيضا تحمل مضامين. ثم إذا كانت المشكلة هي مشكلة أسماء، فأنا يعني لا نعدل عن الاسم الذي جاء في القرآن والسنة وبني عليه تراث فقهي عريض إلا باضطرار شديد. ما هو وجه الاضطرار الشديد الذي يحملنا على ترك الاسم؟ تمام. تفضل. طب كلمة الأحزاب وردت في القرآن مذمومة في معظمها، ليه بنقر بالأحزاب؟ ما هو مش يعلق، مش قصدي مش تعليق. ما أنا بقول يعني احنا التعبب بالألفاظ ده مش صحيح، إن كلمة لا يستخلفنهم ده معناه الخلافة، غير ده كلام
غير صحيح مطلقا. لا أجد أبدا أحدا فصل الآية دي، يعني مثلا إن جعلهم في الأرض خليفة، سيدنا آدم نزل عشان يحكم، هيحكم مين؟ وفي شعب وراه، ده هو وحواء بس، يعني اللي هيحكم على مراته دي حاجة تانية. معلش أنا بس بتكلم عليه، النصوص ما فيهاش في الخلافة. حديث إن إثني عشر خليفة، هل الحديث صحيح؟ طب كان خليفة عاش بعد الاثناشر؟ معناها نكذب الحديث والعياذ بالله. لا النبي قال ان 12 خليفه. استاذ محمد هتتعلق يعني بعدين هنسمع رايك بالكلام. كل الاحاديث اللي وردت فيها لفظ الخلافه فيها كلام كبير في سندها وفي متنها لازم تراجع، فعشان بس لا تستند. والحديث بتاع ثم تكون خلافه على منهاج النبوه برضه في كلام ما بين من صحح ومن ضعف معايا. وهل معنى خلافه بمعنى الخلافه اللي في دماغنا؟ يعني هو ده المقصود، اللي زي المفرده، ما احنا في القران في لفظ مفرده كلمه عصابه وردت في الحديث بمعنى ايه؟ مجموعة من النهاردة أنا أتجرى أقول على صحابة مجموعة من عصابة من المؤمنين، الناس هتضربني بالجزم اللي في رجليها، يعني يقول لك أنت تقول على الصحابة عصابة. تمام. فلازم أشوف معنى المعنى اللفظ، هل ده مقصود في المعنى القرآني اللفظ؟ يا داود إن جعلناك خليفة، إنه كان مقصود به خليفة حاكما ولا مستخلفا في الأرض، وإلا ما كل بني آدم إحنا خلفاء الله في الأرض. وجعلناكم خلائف. طيب ما ده برضه نفس اللفظ. تمام، معناه كل الامه خلفاء. طب كويس، اذا كان كده كل واحد يبقى حاكم، هنعتبر يبقى الشعب كله حكام. هنعتبر ان دي اجابه، والاستاذ محمد من حقه بعد كده يناقشها مع حضرتك برح. بعد شويه يبقى سؤالي انا. اتفضل. اللي كان نفسي استاذ محمد الهام يساله. اتفضل. اللي انت سالته الاستاذ نبيل. انا كمواطن بسيط في سوريا، في باكستان، في الصين، لما اقعد اقول الفرق بين التاريخي والوحي، طب وانا هينسحب عندي بقى كله على بعضه، يخش يا اما في التاريخي يا اما يدخل في الوحي ونخلص. ازاي انا ميز بين ده وده، وانا مش مطلوب مني ده، انا مطلوب مني اعمر الارض واشتغل وبتاع، وشايف ان كل ما فعله الرسول ياتي في اطار الوحي عليه الصلاه والسلام، بس ازاي انا اللخبطه دي؟ تمام. لا هنا في ده مساله اصوليه معروفه، ان ازاي اميز بين اللي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. انا هقول اكمل هشرح تطعن ليه اعمل حاجه. لا يعني انا مش عايز الشخص المسلم البسيط، ما انا بكلم بالنسبه له كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي. جميل، بس وحي ما دلالات هذا الوحي؟ ما هو ما ينطق عن الهوى في كل اللي قاله، اللي مقصود بالتشريع مش مقصود بالتشريع. تمام، بس هنا ده دور. لذلك تعريف السنه ايه عند المحدثين وعند الاصوليين ايه؟ عند المحدثين كل اللي يرد عن رسول الله لازم ينقلوه، ما ورد من قول او فعل او تقرير او وصف، كان شكل حجبه ايه، شعره ايه. طيب خلاص، الاصوليين لا، اهمهم هنا انا الحكم ده يبني عندي على حكم شرعي، حلال حرام مكروه جائز مباح، فماخد من السنه اللي يعنيني في ده، اللي هي ايه؟ النبي عمل ده من باب ايه؟ التشريع، بدليل زيك كان بياكل لحم الكتف، ان ده مش من السنه عن النبي، والا هجيب منين ذبيحه ما فيهاش غير الكتف؟ ما هو لما كل الامه هتاكل كتف، اذا انا قلت دي سنه لازم كل الناس تقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام، ده انا ده مش سنه تقتدي بيها، معناها هو حبيها بالجبله بالفطره، حط زيت في شعره كان نازل، حجبه كان ملتصق. طب يا عمي اللي اصلع هيعمل ايه في شعره؟ هو ده شيء، ده يا اخوانا اللي نبي السنه اللي النبي ورد في الصيغه فيها الثواب والعقاب ودلاله التشريع، ده اللي العلماء بيقولوها. تمام. ده يرجع لاهل العلم. ما ده احنا مشكلتي احنا عندنا ان احنا بنخلط بين طرح الجهله اللي طالعين على انه بينقض التراث ويعمل ده، اركنه على جنب، ده بيتاجر. انما اهل العلم بيتناقش بعلم، ولما بيقول معنى بيقول علم، قال رسول الله والادله والكلام والنصوص، ويدلل على ما يقول. ذلك لما بيطرح طرح، حتى الطرح اللي بنطرحه الان هتجد اخواننا اهل علم هو بيحترم الطرح، لان بالطرح بيستند لادله حتى لو خالفه، لان طرح مبني عليه. ممكن يقول نفس كلامنا واحد جاهل تاني. تمام. لكن كلام مرفوض ليه؟ لان واحد وصلك في مشوار، واحد خليها في الفن، واحد شخبط طلع لوحه زي الفل، ده فنان؟ لا طبعا. بشكرك، جت مع العبط. بشكرك. ده المقصود بيها. يعني دكتور حاتم، حضرتك ليك حق تسال سؤال تاني للشيخ عصام لو عندك. والله هو الشيخ عصام السؤال التاني هي مسألة إنه الاسم أو الاسم يعني أنت لا تريد تثبيته، فماذا عن الثوابت الفقهية المتعلقة بالحكم؟ أيوة، ده سؤال حلو قوي كده. اتفضل. لا أنا أقولها لك في الكلمة بتاعتك. لا هيقولها في الكلمة بتاعتك. هيقولها وأنت أكيد عارفها. أنا مش عارف. إزاي يعني؟ أنتوا الاثنين دارسين فقه ودارسين مقاصد شريعة. ما يخصنيش. يبقى مش بتجاوب. إحنا اثنين لا يا بلاوي. يبقى مش بتجاوب. لا. ما يعرفش. هو هنستنى لكلمتك. نموذج منها. حاضر. هنستنى كلمتك عشان الشيخ عصام يعرف اللي هو مش عارف. لا أصل يوصي ده بالثوابت. هو عارف. هو ما يعرفش. هو الراجل قال ما أعرفش. يقول لي نموذج منها. لا ما قالش. هو مالوش حق يعاقب. مش تعقيب والله. ما فيش تعقيب. ما قولك في النموذج
لا هو من حقه يا شيخ عصام انه يكرر السؤال تاني اللي هو تنصيب الحاكم. لا لا مش من حقك تعقب يا دكتور حازم. يبقى انت مش عايز الاجابه عشان تطلعه سؤاله ضعيف. لا يا فندم. لا يا فندم حضرتك عيد السؤال تاني. عيد السؤال تاني. اليس هناك ثوابت في نظام الحكم الاسلامي؟ بس شكرا. تمام. عارفها الثوابت دي؟ نعم. عارفها الشوره؟ هما بيسالوا ليه لما انت عارفها؟ لا اصل هو انا عارفه عايز حاجه لما انت عارفها. هو عايز حاجه ثانيه غير اللي انت هتقوله دي. اتفضل انا عايز اقرره باللي لا لا مش هيقول. هو مش هيقول. اتفضل يا فندم. عندك اجابه على السؤال ده؟ نعم. في ثوابت. أيوة. في الحكم. أيوة. وهي العدل. أيوة. الاختيار الحر للحاكم. كويس. اللي هي الشورى بكل. ما تسالوش يا فندم. أيوة. بالشورى بكل مفرداتها. اتفضل. الحكم يحقق مصالح الدين والناس. كويس. هو ده هي ده الثوابت. الى ثوابت اخرى. طيب. هي دي الثوابت. طيب. انما تتحقق ازاي؟ لحظه واحده بس ارجع لك. هي دي الثوابت بس. ما تقول لي اول. لا هي لا دي هناك ثوابت اخرى. هناك ثوابت اخرى. تمام. ما انا عشان اسيب له كده حاجه بيقولها انت عايز نحرقها له يعني. طيب خلاص. ما هنعمل ايه بالثوابت دي يا فندم؟ مال زي ما هو بيسال. طب انا معاه فيها وانا رافضها. هو انا رافض الثوابت. طب ايه ردك عليهم في ايه؟ على انه ماذا نفعل؟ انا كلامي الخلاف كيف نطبق هذه الثوابت. هو مصر على شكل ليها. انا بقول لا الاسلام ما جاش بشكل ليها. يعني انت شايف ان الثوابت هي موجوده لكن عنده شكلها عنده. مختلف. هي شكلها مختلف. انت بتتوضى من الحنفيه يا عم واحد بتوضى من الطش. مظبوط. ما هي بدل لكن الوضوء انا مختلف عليه. طيب انت هيجي لك بس هي دي المشكله يعني. طيب استاذ نبيل حضرتك عندك سؤال تاني من حقك لو عايز للشيخ عصام. بالنسبة للثوابت واضحة جدا باعتقادي. أيضا سؤال للشيخ عصام. هل مسمى الخلافة ثابت من ثوابت المسلمين او ثوابت الفكر؟ شكرا. إيه هو لا الاسم نفسه ليس من. نقولها تاني بقى جمله على بعضها. الشيخ عصام يرى انه مسمى الخلافه ليس من ثوابت الاسلام. الاسم ليس من الاصل عشان الاسم ليس من الثوابت. انت بتبص لهم ليه؟ بص لهم اصلك انت بتراجعهم كانك يعني ايه عايز تقولهم ارجوكوا. لا يا ريس. طيب. انت عارفني كويس. طيب خلاص بلاش تسال عليا. مسمى الخلافه ليس من ثوابت الاسلام. لا الثوابت انا قلت الاهداف. قولها بصوت عالي يا شيخ. نعم. مسمى الخلاف هذا ليس من ثوابت الاسلام زي الجزيه زي قضايا كتير جدا ورد اسمها في القران. ليست من ثوابت الاسلام. يعني نغير اسم الجزيه يجوز نغير اسم ده يا عمي. اذا النهارده الجزيه كلها اتشالت هي اصلا هي حدث تاريخي اساسا. المواطن بقى مواطن. الجزيه حدث تاريخي كمان. اذا دخل المسيح الجيش خلاص. طب يعني هنفضل نسحب ورا بعض زي ما انت سالت الشيخ استاذ نبيل من شويه قلت له هنفضل نسحب من زي الرق. انت مع الرق؟ تمام. لا انت مع الرق. انا مش يعني محتاج تشتري بني ادمين تستعبدهم. انا مش متخصص. لا اقول يعني اذا ما ده سابق ما ده ورد في القران. انا مش متخصص في الفقه بصراحه. ما مع الرق ما هي نفس الحاله. اسالني في الفن. ما خلاص اسالك في الفن. استاذ محمد حضرتك حق السؤال للشيخ عصام. اتفضل يا فندم. طبعا انا مندهش ان الامر تحول الى مجرد الاسم وهو والاصل ان احنا بنناقش نظام. لكن حتى في هذا انا ارى انه او السؤال يعني ليس هناك اضطرار شديد يحملنا على تغيير لفظ اسم ورد في القران والسنه. وكثير مما استدل به الشيخ عصام استدل به العلماء في باب الخلافه. هنناقش ده يا استاذ محمد. بس انا عايز سؤال لحضرتك للشيخ عصام. هو نفس السؤال. ما وجه الاضطرار الشديد الذي يجعلنا نعدل عن تسمية الأسماء كما سماها الله ورسوله؟ وإلا سمى الله الأحزاب وزمها. سمى الله الجزية. الناس يفهمون الآن كلمة عصابة على غير ما كان يفهمها العرب. هل نثبت فهم الناس الآن ونؤول إليه لفظ القرآن والسنة أم نصحح فهم الناس ونثبت القرآن والسنة؟ طب السؤال تاني بس عشان ما وجه الاضطرار الشديد للتخلي عن هذا الاسم؟ شكرا. تفضل يا فندم. تمام. هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم غير فيها في معاملة الناس في عبارات ما لهاش علاقة بالثابت. مثابت زي ما قرأ حديث ليس من البر الصيام في السفر صحيح مسلم لما قابل أهل حمر في اليمن قال ليس من البر إن صيام في السفر. ليه غير لهجته؟ إذا أنا نفس الحالة كلمة. أيوة ليه؟ أيوة ليه؟ إذا أنت ما الذي يحمله؟ أيوة إذا هو مثابت محمد بيه بعد أنا بغير بعد أنا بغير أفهم الناس لما تفهم الثابت الشرعي اللي ما فيش فيه قولين أو قولان غيره. ده أرتقي بفهم الناس. تمام. إنما لو هو نفس المؤدة لكن هو الاسم مش عاجبه أو الاسم فيه شوه شيطن ممكن غيره. أتعبد ليه باسم زي ما مسميه زي ما تقول الجزية؟ هو الجزية سماها القرآن ولا هي جزية من قبل القرآن؟ من قبل وضع تاريخي جه أقر إلى أن ينتهي بأسباب الرق وجد الناس عملته وصل. الإسلام وصل. عايز ينهيه طبعا وصل. أثر المسلمين فأنا اعتراضي في المسلمين عشان أقول لك ده وضع موجود. لا واعتراضي في الخلافة كمان على السيستم النظام اللي اتعمل مش إسلامي 100%. يعني يا أستاذ محمد ليه أتشبث بنظام فيه أوكي. عوار والإسلام عندي النظام الكامل أخذوا على بعض وأطبقوا ملخص يا جماعة أنا جاي لكم بقى عشان نسمع رأيكم. ملخص الرأي هنا إنه إحنا ضعفاء يا جماعة
والحقيقة لازم يعني ننافق شوية الغرب عشان نبقى ونغير. ما مالوش كده، مالوش كده، انت عايز تلبسنا في الحيط. لا لا خالص، انت مرتب مع الجمهور شيطاننا. لا يا عم لو ممكن حد يلغينا. انت من شويه وانت بتتكلم يا شيخ عصام حضرتك كنت بتكلم الكاميرا. نعم. ودلوقتي خلصنا من الراي اللي هنا، نسمع بقى حوار الجمهور مع حضرتك هيناقشك في الراي انت والاستاذ نبيل. بس الاول نشوف الانفوجراف ده ونرجع نقعد مع حضراتكم عشان تناقشوا اصحاب الراي الاول فضيله الشيخ عصام والاستاذ نبيل. بس نشوف الانفوجراف ده. دور الخليفة وأهداف الخلافة. أولاً حراسة الدين، ومن مقتضيات هذا الدور ضمان نفاذ النظام القانوني الإسلامي وحفظه وقوة الإلزام فيه، ما يقتضيه هذا الإلزام من تشريع وإدارة وقضاء وتنفيذ وردع وحفظ مفاهيم وقيم الإسلام. ثانياً سياسة الدنيا، ومن مقتضيات هذا الهدف إقامة الحدود وتدبير أمور الأمة، تنظيم الجيوش وسد الثغور، ردع الظالم وحماية المظلوم، وأيضاً قيادة المسلمين في حجهم وغزوهم وتقسيم الفيء بينهم. ومن صفات الخليفة العدالة، العلم المؤدي إلى الاجتهاد، سلامة الحواس، سلامة الأعضاء من نقص يمنع أداء الوظيفة، الرأي السديد المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، الشجاعة المؤدية إلى حماية بيضة المسلمين وجهاد العدو، النسب القرشي لورود نص شرعي فيه كما يعتبره ابن خلدون شرطا تاريخيا غير ملزم. ده كان انفوجراف عن دور الخليفة. نسمع تعقيب من فضيلة الشيخ عصام. فضيلة الشيخ عصام عندك تعقيب على الانفوجراف ده؟ طبعا، ودي شروط وضعت اجتهادا من أهلها في ضوء ما يفهمونه من النصوص، وإلا الواقع حتى التشريعي تجاوزه فيما بعد. يعني مثلا هو اللي إنه لازم قوي شجاع عشان يحمل بيضة، دلوقتي مين عسكري بيجاد النهاردة بالسيف والسلاح؟ ده بيقعد في غرفة عمليات وطيارة بدون طيار. تمام. فإقامة الدين ده كان في من ضمنها كمان بيصلي على الجنازات، ويعني قاعد يعني هو إمام جامع وبيصلي على الجنازات. كل ده أصبح خصص الى وزارات زي وزاره الاوقاف، هي مكان الامام دلوقتي بتاع زي عقد الزواج ماشي القضاء، وعشان يكون لازم مجتهد. منين الكلام ده جيبه؟ انسى جنحتك بقى وانزل على الارض. دكتور حازم، عند حضرتك تعقيب على الانفوجراف ده؟ طبعا، يعني انتم اشرتم الى شروط الحاكم وجزء كبير منها شروط تاريخيه كما تفضل الشيخ عصام، يعني شرط القرشي. كامل الشروط وبينما هو متغير. تمام. فلا نضع هذا كله في سلة واحدة. تمام. أستاذ نبيل، عند حضرتك تعقيب على الانفوجراف؟ تعقيب شرط القرشية، هذا الشرط اليمنيون يقتتلون إلى هذه اللحظة من تحت هذا الشرط. جماعة الحوثي تدعي أنها امتداد للنسب القرشي وتريد تحكم اليمن تحت هذا البند. يعني لازلنا ندفع ضريبة هذا الخطأ التاريخي، الاجتهاد التاريخي إلى اليوم. اليمنيين يقتتلون تحت هذا البند. فهذه إشكالية، بمعنى أنه هذا الاجتهاد وصلنا إلى هذه المرحلة من ال. تمام. أستاذ محمد، أنا أرحب بهذا الإنفوجراف. وهو في حد ذاته دليل على أن الخلافة لم تكن نظاما معينا ثابتا صارما، وإنما هي مبادئ يجتهد الفقهاء في تحقيقها. وحتى هذه الشروط وإن كانوا وضعوها نظريا كما يقول الشيخ عصام، فعلا وضعوها نظريا، لكنهم اجتهدوا في حال عدم تحققها ليتم أفضل المطلوب. فليس معنى أنهم وضعوا نظريا أن نهمله ونتركه، وإنما أن نجتهد في إدراك أفضل المصلحتك. بتقول دلوقتي وهذا أمر في كل نصوص القانون الإسلامية وغير الإسلامية. أي. القانون والدستور دائما يوضع في الحالة المثالية، ودائما هناك هيئة للفتوى لكي تستوعب الحوادث والنوازل في إطار هذه المبادئ التي اتفق عليها. صحتك بتقول دلوقتي إنه ده معناه إنه ما كانش في شكل ثابت للخلافة. لم يكن هناك شكل. من تصور زي ما حضرتك يعني أنت متفق مع الشيخ الصالح؟ في هذه النقطة نعم.
من تصور أن الخلافة منذ أبي بكر إلى عبد الحميد الثاني أو محمد رشاد كان لها شكل واحد فهو جاهل بالتاريخ والفقه معا. تمام. إنما هناك ثوابت نحن مختلفون مع الشيخ حسن في مسألة هذا الاسم نفسه ونظام هل الاسم نفسه من ثوابته أم لا. تمام. لكن ربما الخلاف مع الأخ نبيل أوسع. خلاف أوسع. نعم. طيب شيخ عصام أستاذ نبيل مستعدين للتحاور مع الجمهور ومناقشتكم في وجهة نظركم خاصة أن أنتم ملكوش شعبية عند الجمهور استوديو. على ربنا. طيب حضراتكم جاهزين للنقاش مع الأساتذة الأستاذ نبيل والأستاذ شيخ عصام فيما طرحوه من أنه أن الخلافة مجرد تنظير تاريخي وأنه شكل يعني عداه الزمن أو عفوا. مستعدين. بعد انتهاء كلمتي الشيخ عصام والأستاذ نبيل كيف قيم كل من ضيوفنا وجمهورنا الجولة الأولى من النقاش؟ لا شك الشيخ عصام مرجعية فقهية لا يبارى وطرح طرح حتى أنا تفاجأت من طرح الأستاذ عصام بهذا الشكل. يعني أنا مشكلتي مثلا مع الشيخ عصام أنه لم يذكر لنا شيئا يضطرنا إلى التخلي عن مسمى الخلافة مستندا بالأدلة و يعني حتى هو أحدث صدمة للجمهور الموجود لأنهم لم يتوقعوا أن يأتي عالم دين ويتحدث بهذا المنطق المعاصر والقريب لكثير من التحولات الفكرية الموجودة حاليا. هو الأخ نبيل يرى أن الدولة الديمقراطية هي دولة مثالية ولا يرى الجرائم التي ارتكبت باسم الديمقراطية ولا يرى ما جنته هذه النظرية المزعومة على أمتنا. طرح الأستاذ نبيل هو طرح علماني تغريبي لا أدري هو يعتنق هذا الفكر بكل مفرداته أو عن وعي ولا هو شايفه مرحلة لكن يعني أقواله نحن محكومين بنظرية العلاقات الدولية نحن في دول قطرية هذا الانطلاق من الواقع ليس هو فكر من يغيرون التاريخ. هو تجاوز وقفز على الواقع الموجود اليوم يعني تعقيدات المشهد الدولي المنظومة السياسية العلاقات الدولية القائمة اليوم على نظريات سياسية واضحة وموجودة مطبقة القوى الدولية الأمم المتحدة المواثيق والمعاهدات الدولية كل هذا لا يمكن أن نتجاوزها اليوم بمجرد أن نطرح شعارات عودة الخلافة الإسلامية. شيخ عصام أستاذ نبيل ما قدروا يقنعوني وغير وجهة نظري. شيخ عصام أقنعني بنسبة كبيرة بالكلام بتاعه لأن أغلب كلامه كان فيه حجج وحس إنه هو قوي يعني الصدى أو الرد بتاعه كان بيبقى قوي. الشيخ عصام هو مو كتير بعيد لكن مبدأ التطبيق مختلف شوي مبدأ التطبيق عنده مختلف هو لا يشمل الجميع. طبعا الشيخ عصام تليما يعني أنا كان عكس توقعي خالص. الأستاذ الشيخ عصام هو ثبت لي معلومة يعني طرحتها من الأول وأنه الخلافة هي تاريخ يعني شيء تاريخي مو تشريعي. الشيخ عصام لم يقنعني كثيرا بطرحي أنا متفق معه إنه لازم الوسائل لابد منها ولكن ليست أي وسيلة. وبماذا برر الأستاذ نبيل ضعف طرحه مقابل أطروحات الضيوف الآخرين؟ تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم ربما ظروف استدعائي لحضور البرنامج لم تساعدني في مزيد من القراءة واستعادة وأنا جيت من ظروف عمل مباشرة إلى الاستديو فضلا عن ذلك استدعائي يعني بيوم قبل يوم من النقاش يعني مع احترامي ليه الكامل بس حاسس إن الأستاذ نبيل هو عنده كده يعني ما فيش مثلا طب انا اقصد حاجه او هو عنده وجهه نظره ان الديمقراطيه دي حاجه اساس ولازم نجني عليه كل حاجه ومش يعني مش لازم ان انا تنميه ثابت على حاجه معينه ده ما عجبتنيش في كلام الاستاذ نبيل كان هو ثابت على حاجه معينه. الحقيقه لا هو السيد نبيل كان وجهه نظره بعيده تماما هو كتير مصر على موضوع الحريات في الخلافه والشريعه يعني الحريه كمان لنكون واقعيين هي لها دور محدود نحن نمتثل لشريعة. أستاذ حقيقة الأستاذ نبيل كان عنده نظرة ديمقراطية كثير يعني غربية في الحقيقة يعني هو محق من وجهة نظره في أمور الحريات بس يعني
ليس في أمور ديننا الإسلامي وأمتنا. لا أعتقد أنني عبرت عن وجهي، وخاصة أنني لم أحضر الحلقة مطلقا. أستاذ نبيل عم يناشد الديمقراطية، بس الديمقراطية للأسف هي صورة من خارجها جميلة ولكن من داخلها سيئة جدا. إذا قلت لك من لما أدنى الفجر إلى أن أتيت إليكم وأنا مستقيم لن صدقك. مين عنده استعداد يناقش رأي أو يختار الشيخ عصام أو الشيخ الأستاذ نبيل؟ نبدأ بحضرتك، وريني حضرتك عندك رأي للشيخ الأستاذ عصام، فضل. هو أنا بس كنت عايز، مش عارف انت بتشاور لي، انا افتكرتك انت عندك رأي، اتفضل. هو انا عايز اسال الجنب ده، يعني انا بس عايز هو ده الجنب ده بس. الجنب ده اتفضل. انا عايز بس اعرف ان السياسه، يعني حضرتك قلت ان السيستم او السيستم بتاع الخلافه يعني حاجه غير الاسم، السيستم كمان بتاع الخلافه، فانا عايز اعرف من حضرتك يعني ايه اللي انت بتختلف معاه مع سيستم الخلافه، وايه ايه البديل؟ سؤالك لمين فيهم، الاستاذ نبيل ولا الاستاذ الشيخ عصام؟ الاستاذ نبيل. لا شيخ عصام، الموضوع السيستم. طيب معلش اكرر السؤال تاني بعد اذنك. تمام. ايه اللي انت مختلف فيه مع السيستم بتاع الخلافه، صح كده؟ تمام، اشكرك. وايه البدائل ليه؟ اتفضل بادله. تمام اتفضل. لا مختلف مع السيستم في ان خلاص اتلغت الامه، اصبح واحد بيورث ابنه، فابن 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 في عيله بتحكم، اصبح لا الامه لها وجود ولا لها مكانه، والاصل هي الامه مش الحاكم، هي الامه اللي بتجيب الحاكم وبتعزله، وده الفرق الجوهري اللي بين الدوله الدينيه والدوله الاسلاميه. الدولة في الإسلام، دولة دينية، ده جاي من عند ربنا بيختار، لا بتعقب عليه ولا بتعزله ولا بتحط ولا لك اختيار فيه. إنما الشكل الثاني عيلة بتنقي من وسطها وانت عليك بتسلم وتروح وبيع وتروح. فده في طبعا في السيستم، ده عصب السيستم في الخلافة اللي هي الملك العضوض، زي الجيش زي العسكر، مجلس عسكري ونقوا اللي يعجبه وهم بينقوا منهم واحنا ملناش لازمة. فإذا ده السيستم. لحظة لا، طب هاجي لك عشان مايك مش معاك. هاجي لك. طيب خد السؤال الثاني عندك، استعد السؤال الثاني استاذ غسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاليا نحن بالمجتمع ككل بالعالم كله بيحارب اسم الاسلام، لماذا لا نغير اسم الاسلام على اسم ثاني ونبتعد عن محاربه العالم؟ يا سلام عليك. لحظه سقفوا الراجل ده بقى. تمام. لحظه سقفوا الراجل ده. لا 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 لحظه، خلي المايك معاك معلش. هي دي تسافت كلي، معقوله يعني؟ معقوله مين مع ان الخلافه واجب شرعي وضد راي الشيخ عصام؟ مين مع ان الخلافه واجب شرعي؟ انتوا كنتوا اكتر من كده، الشيخ عصام اثر فيكم تقريبا. طيب معقوله تسقفوا التسيفه دي؟ معلش سؤالك تاني، معناه ان الاسلام، سؤالي لماذا لا نغير كلمه الاسلام او التسميه هذه الى تسميه اخرى ولا نحارب العالم؟ اقترح اسم كده، اقترح اسم كده، نسمي يعني الاسلام ايه؟ دوله الحريات مثلا، يعني ايه رايك يا شيخ عصام؟ والله فكره، في فرق بين الدوله، في فرق. انت قلت دوله الحريات، انما كاسلام ومسلمين حكم الحريات وليس حكم. لا هو بيضرب مثل يا شيخ عصام عشان بس لا عشان لحظه، لا هو بيضرب مثل بيقول لك اذا كانت الحاجات بتتغير عشان الظروف وعشان الحاجات دي، طب ما نغير الاسلام بالمره، اسم الاسلام. لا في فرق بين، صح كده، اسم الاسلام ده ثابت، هو سماكم المسلمين. أيوة. ونحن له مسلمون، ان الدين عند الله الاسلام. شيخ عصام ايوه، انت بتقول الجزيه اتغيرت لانها كانت مش أيوة. عارف ايه، ايوه ايوه العصابه اتغيرت لانها كانت، صح يا شيخ محمد؟ لما تساندوني يا دكتور حازم، تحيه عظيمه للاخ اللي ايوه يا فندم. اهو بيحييك الاستاذ. ايوه يا فندم، انا قلت اول حاجه ايه؟ لازم نفرق بين يعني ما ثبته الشرع وبين اللي تركوا فيه رايين. ما انت عندك في القران ايات، في ايات تحتمل وجهين، والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثه قروء، القر الحيض ولا الطهر. طيب كلمة الإسلام أو لمس النساء مصافحة ولا كذا، أقصد الإسلام فيه مساحتين، ولذلك في مساحة الثابت ومساحة المتغير. طيب. أو اللي يقبل تعدد الأوجه، إذا كان هناك مصطلح تم تشويهه وبيتغير ويقبل التغيير ولا لا؟ يقبل التغيير، يقبل. خلاص خلصت. انت زي الجزية مثلا، زي الجزية وزي الرق. ما هو تم دلوقتي ترامب عامل مشكلة على الإسلام، ما نغير الاسم بقى؟ لا ليه بقى؟ انا ما طالبتش بتغيير الا المسيحيه ولا غيرها. وده رئيس، انت صاحب الاقتراح يا راجل. ايوه وين الفرق؟ لا في الفرق، في ما في فرق بين الاسلام ثابت، ده ثابت زي او زي والخلافه كمان. أيوة وردت. أيوة خمس. أيوة مرات. أيوة في القران الكريم بكلمه الخلافه. في هل هتهالي لا يستخلفنكم في الارض، يعني ايه معنى يستخلفنكم؟ ايوه لحظه بس، يعني ايه يستخلفنكم؟ هو سماكم المسلمين، نفس الشيء. لا في فرق، سماكم المسلمين وين الدين عند الله الاسلام، ده ثابت مكان ما تروح تيجي انت مسلم، الاسلام دينك الاسلام. انما في فرق بين اني البس ايه، اكل ايه، اشرب ايه، ما دام في اطار كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطاك خصلتان صرف ومخيله. ده ضوابط في الشرع، تركب حمار، تركب عربيه، تركب عجله، تركب طياره،
ده اسمه انما حكم انما، لكن ما ركبش حاجه محرمه. اكل ايه؟ اكل كل ما اباحه الله ما عدا لحم الخنزير وما حرم. كل الدنيا حلال بالنسبه لك. طيب ما عدا القران حدد في ان ده محرم، ده ثابت تحريمي. طيب مين بقى السؤال بقى تبقى اسم حضرتك ايه بقى؟ محمود. محمود انت دارس فقه او دارس انا ليسانس شريعه وقانون. يا راجل طب احنا بندور عليك يا راجل. طيب ده انت قدامك تقدر تقرعوا الحجه بالحجه. طب ما تسالوا السؤال الثاني، مين بقى اللي بيحدد الثوابت والمتغيرات؟ لا لا انا ليك انت السؤال، سيبك من الشيخ عصام والاستاذ نبيل. مين المفروض القواعد في الأمة؟ القواعد الاسلاميه. مين المفروض في الامه بيحدد الثوابت؟ العلماء. العلماء على العلماء. حسب المنهج اللي تعلمنا. يعني علي جمعه يحدد الثوابت والمتغيرات؟ مؤكد لا، ليس كشخص. يعني مفتي سوريا يحدد ليس كشخص. امال مين يا فندم؟ القران الكريم، ولكن كما فسره العلماء بالاجماع. زي يعني اتفضل استاذ نبيل، عندك اتفضل. هؤلاء علماء الذين يفسرون اليوم، يعني المرجعية في الإسلام. وإذا كانوا على خطأ مجموعة منهم على خطأ، هل نقول الإسلام محصور بهذه الجماعة؟ اليوم نحن حاصرين الإسلام في الأشخاص وبعيدين تماما عن مبادئ الإسلام، يعني كالحرية والعدالة والمساواة، وجالسين نقدس المفتي والمفتي تابع الحاكم، في إشكالية؟ أيوة، والإسلام أروح له فين بقى يا أستاذ الدكتور؟ الإسلام قيام عام، إذا تحققت عرف الإسلام. أروح لها إذا تحققت الحرية والعدالة والمساواة. هم مش العلماء، هم اللي حددوا. تمام أنا مع حضرتك، طب أروح فين بقى عشان أعرف الإسلام؟ أين تروح؟ تروح تتحقق العدالة والحرية وتتحقق. يعني إذا تحققت العدالة والحرية على يد ملحد زي أنور خوجة في ألبانيا مثلا، فثم شرع الله. نعم، اينما تتحقق مصالح البشر فثم شرع. ايوه الراجل ده انا اقرا الخوجه لغى الاديان وقال دي الحاد وحقق الحريات مثلا، اروح عند نبيل خوجه او اسمه انور خوجه واقول خلاص انه هنا الاسلام معناه ملحده. حريه انور خوجه اذا سمح لي ان اتدين بديني واعيش حريتي كمسلم، فهو افضل من الدوله الاسلاميه، دوله داعش ودوله ملالي قم. ده رايك برضه يا شيخ عصام؟ مع توضيح يعني. لا ما ايه لا ما لا يعني لا. ده رايك اذا لقيت لا. دوله فيها حريه لا اقول هي دي دوله الاسلام؟ لا مش يا اخوان، في فرق. يعني العلماء قسموا الدور، دور الاسلام ودور دار الحرب ودار العهد ودار الظلم. لو حاكم مسلم وشعب مسلم وهو ظالم اسمها دار ايه؟ دار ظلم. معايا انا؟ ودي برضه مصطلحات علماء ثابت، وده برضه نفس الاسماء زي الخلافه، دار العهد ودار الكفر مصطلح. طيب. الناس اجتهدوا فيه تغير. طيب. بقى فيه دار عهد ودار ظلم ودار لماذا؟ ودار سلم. طيب يا فندم ده برضو مصطلحات تجاوزها التاريخ. تمام، يبقى انتم معايا ازاي ان في مصطلحات تجاوزها التاريخ؟ هو انت يا شيخ عصام، هو حضرتك بمزاجك المصطلح اللي تجاوز التاريخ بمزاجك والمصطلح اللي انت عايز تحطه لي، بتقولي دلوقتي دار حرب ودار سلم، دي مصطلحات برضو تجاوزها التاريخ. اضيف عليها ايه بقى؟ اقصد الفقهاء بما ان استجد اوضاع جديده، لان حتى التقسيم نفسه مبني على اعتبارات وأدلة، يعني طيب. تسلم في أمور ولا تسلم فيها. تمام، لكن هل عندي سؤال؟ طيب لكن الدولة العلمانية إذا طبقت فيها الحرية صارت دولة إسلامية. هو الحوار محمد بيه، الحوار بينه وبين الحوار بينهم وبين الجمهور دلوقتي. أنا أوضح السؤال. هو سؤالك هل الدولة العلمانية إذا طبقت الحرية صارت دولة إسلامية؟ قال لا. طبعا بس شكرا. بس يعني انت تقدر تستاذ ولا اظن استاذ نبيل قاله، احنا بنقول لا استاذ نبيل قاله. لا 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 استاذ نبيل، لا استاذ نبيل قال، استاذ نبيل قال ما نصه، اذا طبقت الحريات في دوله فسمى شرع الله. فسمى شرع الله، شرع الله اللي طبق. بس اللي طبقه مش هو الشارع، الافراد. الله الافراد اللي طبقوا الافراد. ده المقصود، وليس المجتمع، عشان ما تحملش غيره. انا مش شاهد بس. لا يعني زي المقوله المشهوره اللي ما نعرفش مين صاحبها، ان وجدت اسلاما ولم اجد مسلمين، وجدت مسلمين من شبه الإمام محمد عبد. ما لم تصح بالنسبة لك. أنا أقولها موجودة. أنت النهاردة ما أنت هربان من بلاد يا عم، ما أنت سايب بلاد فيها مقدسات الهجرة، وبلاد فيها النيل وبلاد فيها الخير والأزهر، سايبها ليه وجاي هنا؟ طيب وراح. طيب. في الغرب عشان هنرجع للأستاذ محمد. أستاذ محمد، أستاذ محمد الهادي، وعد إنك تسندني في الحتة دي لما نجيلها. نحن نتناقش في دولة علمانية، تركيا دولة علمانية. تمام هنجيلها انا. وهاربين بلاد الاسلام والمسلمين وتطبيق الشريعة وكل شيء. انا والاستاذ محمد هنجيلها. الشيخ عصام، استاذ نبيل ممكن نسمع الراي ده؟ تفضل. هو الراي الشيخ عصام او الراي اللي اتقال دلوقتي، يمكن في ناس كتير من اللي رفعت ايديها انه الشريعة لازم
متبنية يعني جزء من كلام الشيخ عصام ومن كلام الأستاذ نبيل. لا ما فهمتش أنا حضرتك خالص الحقيقة. يعني الكلام مشترك، يعني إحنا عايزين نوفق بين الاثنين، بين إن إحنا نسمي. أنت اسمك إيه الأول؟ محمد. محمد أنت مصري؟ آه مصري. أنت فهمت رأي الأستاذ نبيل والشيخ عصام؟ فهمت الرأي. بتأيدهم؟ فهمت لا يعني في بعض الكلام أنا مؤيده فيه. يعني الشيخ عصام عرف يأثر عليك هو الأستاذ نبيل. لا هو ده الكلام اللي انا قلته قبل. يعني كان رايك من قبل كده كده كان جد. يعني انت مع انه ده لكن مع ان يعني الخلافه الاسلاميه لسه يعني من فتره يعتبر 100 سنه ولا 200 سنه يعتبر في عمر الشعوب ولا حاجه بسيطه. فالخلافه الاسلاميه سقطت من فتره قريبه تمام، فهي كانت زيها زي اي دوله. فرايك يعني. هو عشان بس اوصل رايك هو رايي هو ان انا كانت ناجحه في بعض الاوقات كانت ناجحه وفي بعض الاوقات كانت فاشله. اذا رايك فليه ما نسميش الـ 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 الاسم باسمه الخلافه؟ لا ما فهمتش يعني ليه نغير الاسم؟ يعني لما الشيخ حسام بيقول نغير الاسم ما انا عارف. طب امال انت مش ليه نغيره؟ ليه نغيره مع ان يعني مع ان الدوله كانت ناجحه؟ حضرتك مع الشيخ عصام والاستاذ نبيل دلوقتي لما بتعرض رايك فانت يعني بقيت ضدهم. انا فهمت كده. ممكن توضح لي رايك سريعا؟ انا مع انت مع انا ولا مع داعش؟ يعني لا لا مش داعش. لا 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 لا, لا. اذا انت سميت دكتور حازم والاستاذ محمد الهام داعش لما يجي لنا. طيب كده عرفنا كده يا شيخ عصام، كده عرفنا رايكم. رايكم ان الجانب الاخر داعش. داعش خلافه اسلاميه. لا يا فندم لا يا فندم لا لا لا, لا كده حضرتك كده حضرتك انا مش على مذهب بوش من معي فليس ضد. لا طيب اسمع بس رايك عشان انا بقول لحضرتك مع يعني ليه ما تكونش دوله يعني مؤسسه حديثه باسم الخلافه؟ طيب يعني هو ده رايه. ليه ما تكونش يا استاذ نبيل دولة حديثة أو مؤسسة حديثة باسم الخلافة الإسلامية؟ شكرا. طب نسمع بس رأي الأستاذ نبيل، تفضل ردك على ده. هو يقصد أنه ممكن أن تكون هذه الحريات موجودة في إطار دولة تسمى دولة الخلافة الإسلامية. أيوة مزبوط كده يا فندم. يعني هل بالضرورة مثلا اليوم دولة الخلافة الإسلامية نحن أمام أكثر من 60 دولة إسلامية؟ طيب من هذه الدول ممكن اليوم نطلق عليها دولة الخلافة الإسلامية؟ لا توجد سوى دولة البغدادي في صحراء العراق وسوريا. يعني أنت لا ترى يا أستاذ نبيل عشان بس يفهم الأستاذنا. الإشكالية يا سيدي أن نحن مجرورون إلى المسميات التاريخية وتاركين جوهر ومبادئ الإسلام القائمة على الحق. يعني مسكين في الشكل وسايبين الجوهر. نحن يعني مسمى الخلافة ليس لفظا دينيا على الإطلاق، هو لفظ نشأ عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فخلفه في الصلاة أبو بكر. هذه هي هذه طيب من هذه اللحظة. إذن إحنا مسكين يعني فوق نظر حضرتك متمسكين بالشكل وسايبين الجوهر. سايبين الجوهر. بشكرك. اتفضل سؤال للأستاذ نبيل والأستاذ هاشم. سؤال للأستاذ نبيل مصطفى صديق. سؤال للأستاذ نبيل والشيخ عصام. هل السعودية بتطبق الشريعة الإسلامية؟ يعني هي مثلا علاقتهم بالموضوع ده هي نفس العلاقه. ما هي السعوديه تقول لك هي رفعت السعوديه رفعت تقول لك انا خليفه المسلمين. ما قالتش كده اسا. لا ما قالتش كده خالص. لا لا ما قالتش كده خالص. لا ما قالتش كده خالص. اتفضل محمد نزار. بدي اسال الام الان بحاجه. لا محمد نزار موجود معانا هنا. محمد نزار. طب يقول كده يا راجل عشان نعرف. يعني حضرتك اسمك محمد نزار. ايوه انا فاكر اللي هيقول القول الجاي ده محمد نزار. استاذ عصام انا بدي اسال. اتفضل استاذ. يعني الامه بحاجه للخلافه لانه داعش شوهت مفهوم الخلافه. المتشددين شوهوا مفهوم الخلافه. فالامه الان بحاجه للخلافه توضح مفهوم الخلافه، توضح الاسلام بما يعني مبادئه صحيحه. يعني خليك معايا انا بقى. يعني انت شايف ان احنا دلوقتي مطالبين او مكلفين واجب شرعي. الخلافه واجب شرعي بان احنا يعني نصحح مفهوم الخلافه حسب ما شوهته داعش. احنا مين بقى؟ طب احنا مين بقى؟ نحن المسلمين. اللي هم مين بقى؟ الدول الاسلاميه بشكل عام. الدول الاسلاميه دي يعني مثلا السيسي مطالب دلوقتي بتصحيح كل الدول الاسلاميه. يعني كده انت مع السيسي انك مطالب بتصحيح الخطاب الديني؟ تصحيح الخطاب الديني طبعا. يعني انت مع السيسي؟ لا انا ضد السيسي. ها؟ انا ضد السيسي. انت مع بشار؟ لا بس عشان افهم انا بحاول افهم. انا انت بتقول يتحدوا المسلمين كلياتهم لتشكيل خلافة. يعني السيسي يتحد مع كل الناس ومع بشار ويصححوا الخطاب الديني. متحدين اصلا. الله انا ما بحكي بالنسبه يعني. لحظه عايز افهمه. لحظه عايز انا أفهمه. بدي الدول الاسلاميه كلها تتحد. مكلفه بانها تصحح صوره الاسلام. تصحح صوره الاسلام طبعا بنظر الغرب وبنظر كل العالم. حلو جدا. ما هو السيسي متبني وجهه النظر دي بيقول لك ان احنا مش معقول. لحظة صبر. بيقول احنا مش معقول مليار بنهدد 7 مليار فاحنا مطالبين بتصحيح الخطاب الديني. انت معاه في الرأي ده. بس ما هو يكون الخليفة؟
مش مهم الخليفة بقى، مساعد الخليفة مش قضية، بس قصدي أقول إن أنت مع الرأي ده. أنت شايف إن إحنا، شيخ عصام ممكن ترد؟ تفضل. أرد في إيه؟ بيقول لك إحنا مطالبين بتصحيح الخطاب الديني. آه طبعًا. شوف، دعوة إلى تصحيح أو تغيير وتجديد الخطاب الديني ده دعوة قرآنية من السنة، من قرآن السنة. يعني شيخ عصام وأنت مع السنة. أنا جاي لك. لا يا ريس، استنى يا حبيبي. فهمنا دلوقتي يا حاج. اه عند حضرتك يا ابو الحاج. ايه ده فرمل معايا شويه بعد اذنك. اتفضل. هدي بريك كده واقف معايا شويه بعد اذنك. اتفضل يا فندم. اتفضل. لا بس مين اللي يقوم بتجديد الخطاب الديني؟ ان يكون من اهله وفي محله، من اهل الاجتهاد في الدين وفيما يقبل الاجتهاد في الدين. مين اللي يقوم بيه؟ اهله، اهل العلم. ايوه. في المسائل التي تقبل التجديد. طيب. تجديد ورد في القران. هو ورد. ما في القران في مكي ومدني. هو سؤاله يا فندم. سؤاله لماذا يتحد يتحد المسلمين لتصحيح مفهوم الخلافه اللي تم تشويه. تفضل استاذ نبيل. طيب. اين تكمن الاشكاليه اليوم؟ الاشكاليه تكمن اننا ننظر الى العالم بعقليه ما قبل 1400 عام. نحن اليوم في القرن 21 محكومين بنظريه العلاقات الدوليه وباجتماع بشري جديد. يقوم هذا الاجتماع البشري الجديد على سيادة الدول واحترام استقلاليتها واحترام حدودها. أي. وبالتالي من الصعب جدا أن نسعى إلى تشكيل خلافة إسلامية اسما ومضمون أو اسما وشكلا كما كانت في القرن 21، في القرن الهجري الأول، في هذه اللحظة التاريخية، لأن هناك يعني منظومة علاقات دولية تحكم كل توجهات الشعوب. نبيل معلش هرجع لحد من الاساتذه هنا، وده رايي مظبوط، ان الديمقراطيه اصلا فخ كبير والناس كفرت بيها دلوقتي. يعني الديمقراطيه اتت بترامب، الديمقراطيه اتت بجورج بوش لاباد العالم. فازاي احترم وجهه نظر او تجربه اصلا اصحابها دلوقتي بيعيدوا فيها؟ يعني ازاي انا اقف قدامها وقفه القداسه دي؟ الديمقراطيه هي تعكس مجتمعاتها، فالمجتمعات الفلسفيه يحكمها الفلاسفه، ومجتمعات الرقاصين يحكمها الرقاصين يعني. وبالتالي لا خوف في مسألة المجتمعات الإسلامية، إذا توفر لها الحرية الكاملة في اختيار قادتها فبالضروري لن يكون هناك سوى قادات تحترم مؤمنون ويحترمون عقائدهم. ما فهمتش يا نبيل. أنا ما فهمتش. الديمقراطية الديمقراطية هي انعكاس المجتمعات. حضرتك بتطالبني دلوقتي ان احترم التجارب دي الحديثة الغربية الحديثة اللي بينها الديمقراطية اللي على رأسها الديمقراطية، بينما اهلها نفسهم دلوقتي بيقولوا الديمقراطية فيها مشاكل وفيها عيوب وفيها كذا وكذا، والديمقراطية اتت بترامب اللي الامريكان بيوقفوا عليه مظاهرات. الديمقراطية دلوقتي ليست هي النظرية المطلقة والمدينة الفاضلة التي تسعى اليها. امال نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هي محاولة بشرية الى حد الان، هي اصح النظريات الى حد الان. الى حد الان. طيب حضرتك ممكن تعرفينا اسمك؟ تفضل. جنى. جنى تفضلي. جنى، كان بدي اسال الشيخ عصام انه حضرتك مو شايف انه المسلمين كانوا اقوى بكثير بايام الخلافه، سواء كانت خلافه الراشديه او فيما بعد ذلك، اقوى من هالايام هاي؟ نعم. طب ليش نحن ما بناخذ المضمون تبع الخلافه وبنطبقه الان؟ يعني ناخذ التجربه السليمه، التجربه الصحيحه للخلافه ونطبقه. التجربه الصحيحه هي بتوحيد المسلمين تحت زعيم أمة واحد يجمع المسلمين جميعا لتطبيق شريعة شرع الله. يعني بس خليني قبل ما أرد الشيخ عصام بعد إذنه. نعم. يعني أبقى أنا مغربي مثلا يعني. نعم. تحت الخليفة اللي هو مثلا مصري مثلا. نعم. ويبقى ولائي. نعم. ولائي. للخليفة ده. نعم. اللي هو في مصر. نعم. بس أنا مواطن مغربي طبعا. هاي هي الوحدة المسلمين. إزاي؟ لأنه هو ما حيكون هو لوحده، هو معه جهاز كامل. يعني كل حكام الدول التانية تبقى تحت إمرة هذا الخليفة المصري طبعا، التونسي والسوري. نعم. والعراقي. نعم. وحدة المسلمين راح تتحقق بوجود مثل هذا النوع. وأنا كمسيحي مثلا عايش في العراق مثلا أبقى ولائي كمسيحي. لو افترضنا ان انا يهودي او بوذي. نعم. او مسيحي بنفس طريقه المسيحيين واليهود. لا لا لا، انا مسيحي او ملحد عايش مثلا. تمام. عايش في العراق. تمام. يبقى ولائي للرجل الخليفه اللي في مصر ده. هو اكيد حيكون لك مرجعيه دينيه لانه في ولائي. بكلم ولائي السياسي. الولاء السياسي نعم له بده يكون، لكن ولائي القلبي. لكن انت ولائي القلبي لكن عندك حريه دينيه طبعا. ولائي القلبي يبقى للقسيس او البابا اللي موجود في روما. طبعا هي حريه دينيه. هي حرية دينية يعني مش. لا أنا بسأل بس لحظة بس. يعني إذا ولائي، إذا ولاء سياسي، إذا البابا. نعم. في روما هيتبعونا يعني يتبعوا. طب ممكن تسمعيني أنا جنى؟ يعني إذا البابا في روما قال لي رأي مخالف لرأي الخليفة اللي أنا بيحكمني، هيبقى أنا رايح. لا رأيك بيعود لرأي الخليفة اللي أنت عايش تحت مظلته. طيب اتفضل يا شيخ عصام جاوب. اتفضل.
لا يعني مش معنى الكلام ان انا بقول بس مش دينيا طبعا لانه هو بالنهايه يهودي وهذا مسيحي يعني أيوه. اولا مش معنى ان انا بقول الخلافه كمسمى ان انا رافض الانجازات المهمه اللي فيها. انا بقول ما حدث فيه عوار ان انا ما اقدسش تجربه بما فيها وما عليها. أيوه. ما اعملش زي نقول لك زي طه حسين ان عشان نتقدم ناخد من الغرب ما فيه من خير وشر عجره وبوجه. ده مش صحيح. ده دينا مش مقبول اصلا يعني. صح. انا بقول هذه التجربه حتى في الراشدين حتى في غيرهم في ما احنا سيدنا عثمان أيوه. تاريخي في كلام تمام مساله له بعض اخطاء البشر والا ما بقاش بشر. يعني شيخ اسامه رايك في التجربه في النهايه انا ما 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 ما, ما ينفعش هاخد دي اسمها تجربه بشريه أيوه. اجتهدت في تطبيق الاسلام وجزاهم الله خير لها ما لها وعليها ما عليها حتى تمام. الراشدين حتى النصوص اللي استشهد بها اخواننا الافاضل ان عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين في كلام هنا في هذا النص مقصود بايه هل التشريع وحتى نعم. في الاصوليين من العلماء بيناقشوا طيب. ما حكم اجماع الراشدين عشان نطلع ليس حجه عشان نطلع فاصل عشان نطلع فاصل عشان نطلع اجماع فاصل. الراشدين دينيا ليس حجه لان طيب. صعبه كالفول ناخذ راي هي ليست عشان اذا نطلع هي ليست شرعيه لكن هي ضروره حتميه لا اخذ هي ضروره حتميه هي اخذ منها ما ينفعني ما يفيدني نعم. هناخد يتوافق مع زمني استاذ نبيل ما سيدنا عمر خالد كان بيلبس ايه كان بيلبس المرافقه واكل الزيت مين يعيش على شيخ عصام استاذ نبيل هناخد راي تاني عشان نطلع فاصل نسمع الراي التاني ناخد الراي الاخير اتفضلي اسم حضرتك انسه منيره انا اخصائيه بالتربيه والارشاد النفسي بس بوجه بس سؤال سريع جدا بوجه بالسؤال الاستاذ نبيل انه انت قلت انه الديمقراطيه هي عباره عن مجهود بشري طب شو هي ماهيه الديمقراطيه ومن علم الناس الديمقراطيه بالاساس سؤال اخر للاستاذ لا هو سؤال واحد بس انا ما فهمتش السؤال الاولاني السؤال الاولاني تفضلي السؤال الاولاني هو الاستاذ نبيل قال انه الديمقراطيه هي عباره عن مجهود بشري مين علم الانسان الديمقراطيه شو هي ماهيه الديمقراطيه اللي عم يقصدها يعني سؤالك مين علم الانسان الديمقراطيه ماهيه الديمقراطيه اللي عم يقصدها الاستاذ نبيل من اول من جاء بمعنى الديمقراطيه بالاسلام استاذ نبيل رد سريع تفضل هي ليست في الاسلام هي في الفكر البشري العام اتى بها اليونانيين في قبل الميلاد وكانت تسمى ديمو قريطس بمعنى حكم الشعب لكن كانت في روما من أول من طبقها في المجتمع الإسلامي من أول من طبقها في المجتمع الإسلامي ما طبقت في المجتمع الإسلامي ما الرسول عليه الصلاة والسلام هي محاولات يعني أنت عايز تقول إن الرسول هو اللي طبقها أو طبقت في الخلافة يعني طبعاً لكن طبقت في الخلافة عايز تقول كده يا أستاذ نبيل بس هي يعني لفت بسؤال عايز تقول إن طريقة اختيار الخليفة أبو بكر كانت هي تجربة ديمقراطية هي كانت تجربة الاختيار اللي هي حرية اختيار الخليفة متاحة طب كانت تجربة ديمقراطية عايز تقول كده الأستاذة هي كانت تجربة حرية الاختيار تمام. بغض النظر عن المصطلح عن المصطلح بغض النظر عن تمام بشكرك جدا طيب سؤال الأخير بقى عشان نطلع فاصل ونسمع الرأي التاني اللي احنا اشتقنا له قوي رأي ان الخلافة واجب سؤال أخير ليه يا أستاذ عصام والأستاذ نبيل ليه ما نوحدش العالم الإسلامي بدعوة أخرى زي مثلا دعوة القومية العربية دعوة القومية الجو أيا كانت اسم الدعوة لماذا لا ندعو إلى توحيد العالم الإسلامي بالنسبة لي نحن مع وحدة العالم الإسلامي تحت أي صيغة كانت على غرار التجربة الأوروبية على غرار مثلا أي منظمة المؤتمر الإسلامي الجامعة العربية هذه لا, لا, لا إشكالية فيها لكن الإشكالية تكمن أنه مثل هذه التجارب محكوم عليها بالفشل لأنه لا يراد لها النجاح لا يراد لها النجاح أستاذ شيخ عصام ما المانع؟ لماذا لا ندعو المسلمين أو العالم الإسلامي أصلا إلى دعوتنا للوحدة دي فريضة في الإسلام واجب ديني لازم يقوم به بس إنما الشكل زي ما يكون زي ما يجي الشكل زي ما يجي الشكل وحد المسلم يا تمام. عم وحد الإنسانية وطلبت وحد الإنسانية أصلا تمام. مش الإسلام بس ده أنت تنتقل من الإسلام طيب. إلى توحيد البشرية على الحق والعدل إن يحترم الناس بعضها بعد إنك توحد المسلمين طيب. فهذه الوحدة اللي مبنية على إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دي غاية في الخلق أصلا تمام. خلينا نشوف الشيخ عصام والأستاذ نبيل خلينا نشوف مدى تأثيركم على الجمهور في استطلاع رأي أخير للجزء الأول من حلقة الليلة دي أستاذة عزيزة أنت بتبصي قوي كده للشيخ عصام متفاجأة متفاجأة من غير نقاش بس أنت متفاجأة ايه والله متفاجأة يعني ما متفاجأة جدا طيب خلاص خليك متفاجأة لحد الآن متفاجأة ليه مش هعرف عشان أزود المفاجأة ولا خلاص أصلا مش عايز عشان الوقت خلص متفاجأة ليه أستاذة عزيزة عشان العمة بس الاستاذ عصام طبعا هو قال انه الخلافه لانه ما عم يعترف باسم خليفه يعني خليفه شرعي ما هو هنعرف بقى دلوقتي بصي بقى لما تروحي الراي الثاني يمكن يكون تفاجئك خلص يعني خلينا ما بيخلص خلاص خلينا دلوقتي ناخد استطلاع راي حضراتكم بعد ما اتكلم الاستاذ نبيل بعد ما اتكلم الشيخ عصام اعتقد ان حضراتكم دلوقتي تم التاثير عليكم زي ما قال الاستاذ انت تاثر عليك قوي او الكلام بتاعهم مؤكد اثر فينا شويه
من مع أن الخلافة هي واجب شرعي؟ واضح أن أنتوا سؤال غلط أصلاً. سؤال غلط. لا سؤال غلط. صيغة السؤال غلط. يطرح السؤال اللي شايفه أصح يا مولانا. صيغة السؤال مش كده. أستاذ نبيل. صح ولا غلطان؟ شعبيتكم مش موجودة. يعني 10 دقايق أكتر من ساعة ونص بتتكلموا دلوقتي وبتناقشوا الناس. شعبيتكم كده. طب أقول لك أنا سؤال مثلا، أنت عايزين المذيع الملحد محمد نصر ولا المسلم عصام تليمة؟ أنا هترفع كده مثلا. بص حكم عليا كده. حكم عليا بالإلحاد. أقصد الصيغة. صيغة السؤال هي اللي خلت. حكم عليا بالإلحاد. شكرا شيخ عصام. على كل حال بشكرك. يعني اشكرك جدا انه انت اتهمت الناس دي، الاستاذ نبيل اتهمهم انهم داعش، وحضرتك اتهمتني ان انا ملحد. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. على كل حال، على كل حال، من مع انه الخلافه تنظير تاريخي؟ الراي بتاع الشيخ عصام والاستاذ نبيل، من معها؟ ده قال له كمان خالص، ما شاء الله. على كل حال، بصرف النظر عن اتهامك ليا بان انا ملحد، لا ما اتهمتكش، والاستاذ نبيل بانهم داعش. هذه من الاسئله الاشكاليه انت طرحتها. طيب السؤال اللي انتم عايزين تطرحوه ايه؟ عشان للاخر السؤال اللي انتم عايزين تطرحوه على الجمهوريه. اتفضل يا شيخ عصام. السؤال، هل تريد نظاما للحكم يتحقق فيه ثوابت الاسلام بغض النظر عن الاسم، ام تصر على تطبيقه بهذا الاسم التاريخي؟ لا بس يا استاذ عصام، ولا انا غلطان يا اخوانا؟ لا لحظه، لا انت مش غلطان. لا مش غلطان يا شيخ محمد، يا استاذ محمد. بس في حاجه بقى في الاعلام، السؤال ده مش سؤال، ده مقال. والله ده شغل مشايخ، عشان كده هم بتوع ربنا، مش معاكم انتوا. هتعمل ايه؟ عند حضرتك اقتراح للسؤال يا استاذ نبيل؟ نعم، سؤال يفترض ايه السؤال؟ سؤال اشكالي عندما تقول هل انتم مع ان الخلافه واجب شرعي؟ يعني هذا سؤال اشكالي. اقتراحات جميعا معه، لكن السؤال يفترض ان يكون هل الخلافه، هل اقتنعتم بفكره ان الخلافه تجربه تاريخيه وليست واجب شرعي؟ حاضر، هل اقتنعتم بان الخلافه كانت تجربه تاريخيه وليست واجب شرعي؟ اللي اقتنع يتفضل يرفع ايده. اشكاليه. ياتي النبي وليس معه احد. لا يخلو برنامج كلام كبير من بعض المزاح بين الفينة والأخرى، بين الضيوف والمشاركين من جهة، وبين مقدم البرنامج من جهة أخرى. شيخ عصام قال انت ملحد، بس خلي بالك ان الشيخ عصام نسب للإلحاد ونسب لنفسه النبوة، لانه قال عن نفسه يأتي النبي ولا احد معهم، فكأنه أنا بقيت ملحد وهو نبي، فعشان كده يعني عدها له يعني. لا هذا مزحة يعني. أنا بقوله نموذج مثلا، بقوله يعني لو أنا عايز أقول لك هل تؤيد محمد ناصر الملحد ولا الشيخ الملاك اللي كذا، عايز أقوله أن صيغة السؤال هي اللي بتوجه الناس أحيانا دون أن تدري. هو طبعا هذه من قبيل المزاحة، ويداعب محمد ناصر وهما صديقان أصلا. لا هو الشيخ عصام، لو حضرتك هتعرفه، شيخ عصام دايما مرح وبيحب المزاح كتير، فهو لما قال كده استاذ محمد يعني، فهو بس هم اصدقاء واصحاب بره الشغل، فيمكن دي حاجه هزار مش اكتر، دعايبه يعني. لا ده اللي قال على داعش استاذ نبيل. استاذ نبيل اللي قال داعش. هو استاذ نبيل عنده ايه؟ ابيض ياسود، ما فيش عنده اخضر برتقاني، لا ما عندوش. يعني بظن انه لما قال هالكلمه الكل ضحك يعني. هذا من الواضح انه هي مزحه يعني هي من سبيل الدعابه يعني. على كل حال انا بشكركم جدا، خلونا نشوف بقى، نسمع الجزء الثاني. الجزء الثاني ان الخلافه واجب شرعي، واللي بيمثله الدكتور حازم عبد العظيم والاستاذ محمد الهامي. خلينا بعد الفاصل نسمع الدكتور حازم والاستاذ محمد حازم وان الدكتور حازم عبد العظيم وان الخلافه هي واجب شرعي، ولكن بعد الفاصل. في الجزء القادم من الحلقة، الخلافة تعني وحدة الديار الإسلامية أو الأراضي الإسلامية، وتعني ثالثا المرجعية العليا للشريعة. هذه المبادئ الثلاثة الكبرى للخلافة لا يمكن تنزيلها على الدولة العلمانية المعاصرة.
أنا سؤالي بقى، في حاجة تانية غير الثلاثة دول؟ في ثوابت تانية غير الثلاثة؟ طبعًا في ثوابت كتيرة جدا. إن قلت تاريخي ونفس كلامك على الحديث قلت عنه. أيوة شرط تاريخي بتاع القرشية. طب في حديث وتطبيق. أنا قايل لك يا دكتور حاتم، أنا قايل لك ربنا معاك. لا دول يعملوا مع حضرتك يعني. كان الجنين يأخذ حق وراثة الشعب وهو في بطن أمه لأنه ابن الملك، بينما ثبت الإسلام نظام البيعة فلا يكون أحد خليفة إلا ببيعة الناس. أهل السنة والجماعة يعتبرون الحكم في الإسلام فرعا وليس أصلا من أصول الدين. تنظيرك الذي ينصب خلال 5 دقائق يقول على أنه أصل من أصول الدين وليس فرع من فروعه. الخلفاء اللي هم الصحابة اللي جم يطبقوا النصوص اللي هي عليهم الراشدين، لماذا لم يصروا على تسمية الخليفة إلا واحد بس هو بكر والباقي أمير المؤمنين، وما تسماش خليفة خليفة رسول الله لو كان الاسم مهم حسب النصوص التي استدللت بها؟ الجرائم التي ارتكبت باسم الخلافة الإسلامية في 13 قرن هل تعادلها محاسن إنجازات أو إنجازات الخلافة الإسلامية في 13 قرن؟ محاسن الخلافة الإسلامية تفوق بما لا يقارن ولا ينظر إليه على ما يسمى جرائم. عبد الوهاب درويش عليان من قرية اسمها بيت دجن إلى الشرق من يافا 7 كيلو. الناس طلعوا لشهر شهرين، إنما الزمن ما جاش معهم، راحت المنطقة كاملة وما جاش الهواء سوا، وظلوا برا في الخارج ما رجوش. بدنا نرجع من دشر فلسطين، وطننا فلسطين، بلدنا فلسطين، نقدرش ننساها. كيف بدنا ننساش؟ 69 عاما، ذاكرة لا تمحى، نكبة فلسطين.